احنا بنتكلم على تريتمنت اوف الفاينل، قلنا في تريتمنت جنرال اتاك وانديشن اتاك. الانديشن اتاك اتاك اللي هي كان الكرونيك تريتمنت اوف سيفر الفاينل، وقلنا عشان نعالجها افويد بريسبتيتنج فاكتور، افويد ريسك فاكتور او ريسبوزنج فاكتورز، واتكلمنا عن الاثروسكلروزس، وقلنا لازم نعمل لايف ستايل موديفيكيشن واكسرسايز وناخد ادويه، والادويه كانوا اربعه اللي هم النايترين والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والانتي بلاتلت اجريجيشن. الكالسيوم شانل بلوكر من المجموعات الحلوه، كالسيوم شانل بلوكر من المجموعات الحلوه. الاكشن بتاعتها ليه بستخدمها في مريض انزاينر؟ في مريض انزاينر الكالسيوم شانل بلوكر هتقلل البلاد بريشر وهتقلل الهارت ريت والفورس والكونتراكشن، وهتعمل كمان كورونري برضه دايليشن، يعني كلها فوائد، يعني هي جمعت البيتا بلوكر والامانيتريت مع بعض. لما بنقول هتقلل البلاد بريشر دي معناها هتقلل الافتر لود على القلب، يعني هتقلل شغل القلب. لما بتقلل الهارت ريت والكونتراكتيفيتي برضه بتقلل احتياجات القلب. لما تعمل كورونري برضه دايليشن هزود البلاد سبلاي، اوكي؟ الكالسيوم شانل بلوكر الممبرز بتاعهم بس هنركز فيهم شويه، هم عباره عن دواء اسمه فيربامل اللي هو في التغذيه اسمه ايزوبتين، ده بيكون من 80 ل 120 جرعه ضغط الدم ملي جرام ثلاث مرات في اليوم. الدواء الثاني اسمه ديلتيازيم، وده من 30 ل 90 ملي جرام ثلاث مرات في اليوم. الدواء الثالث اسمه نيفيدبين، ده بيكون من 10 ل 20 مللي جرام. واخر دواء اسمه امليدين، ده الموضه بقى اللي هو موجود في الصيدليه، اسمه نورفاست واسمه الكابريس، موجود في تركيز، موجود في حاجات كتير، التركيز بتاعه يا 5 يا 10، وده ممكن يتاخد وانس دايلي. بصوا يا دكاتره، الاكثر استعمالا اليومين دول واي دكتور بيكتبه هو ده الامليدين، ده الاكثر استعمالا وده الحديث، وحتى في حاجه احدث منه نيمو دي بي، لكن هو المتبع دايما هو الامن دي بي ده. الفيربامل والديلتيازين بيعملوا حاجه، يعني مع الكلام ده كله هم بيقللوا هارت ريت، ها بس بيقللوا قوي لدرجه نسال معانا هيقول لك يحصل بريدي كارديا، اوكي؟ النيفيدرين في مصيبه كبيره لذا لا يستخدم. النيفيدرين ده يا ولاد اللي هو اسمه ايميلات، فاكرين المنظمه؟ على ريت هاند ايفيلات، فاكرينه؟ اللي هو كان يجي حد في الطوارئ عنده سيفير هايبر تنشن، يجيبوا كبسوله كده ويطلعوها ويحطوها تحت لسانه. هذا اسمه نيفيدبين. مشكلته ان هو بينزل الضغط قوي. ها بينزل البلد بريشر مره واحده. ها بينزل الضغط قوي. تقول لي طب ايه المشكله لما ينزل الضغط قوي؟ لما ينزل الضغط قوي بيعمل ريفلكس تاكي كارد. لما حاجه بتعمل سيفير هايبر تنشن بتشغل حاجه اسمها ميريز لو، يعني بتعمل تاكي كارد، عايزين نفهمه ودي جايه معناها تاني بس ركزوا معايا. ده الليبتوسايتوز هارت، وده الارسن فورد، وهنا في البايبوكيشن بتوع الايه بتوع الكاروتيد. في هنا ريسبتورز هي متصله بالميجاس. لما الدم يمشي هنا كده كتير، يعني الضغط هنا يبقى ايه؟ يبقى عالي. لو عملنا ستيميليشن لهذه الريسبتورز تروح للفيجاس تقول له اهدى شويه، هدي ضربات القلب وهدي الفورس اوف كونتراكشن، ده احنا الضغط عندنا هنا عالي ما استناهوش. في ريسبتورز موجوده في الارض والبايبوكيشن بتاع الامر عند الكاروتيد. الريسبتورز دي وظيفتها ايه؟ لما الضغط يعلى الدم ماشي ببريشر عالي هتقوم عامل لها ستيميليشن. لما تعمل لها ستيميليشن تقول لك ايه؟ شغل الفيرس، اهدى اهدى اهدى، مفهومه؟ اعكس لما الضغط يبقى واطي، لما الضغط يبقى واطي ها ما تعملش ستيميليشن للفيجاس، يعني تشتغل العكس اللي هو مين؟ ولما يشتغل السمباثيك يؤدي الى تاكي كارديا. ان فيلم بيعمل كده، هو بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوتش، بيعمل فورس اوف كونتراكشن مش عارف ايه، فيبدا البريشر هنا يبقى واطي، ولما البريشر يبقى واطي ما شغلناش الفيجاس، بقت الابر هاند لمين؟ والسمباثيك على القلب هيعمل، ولما يحصل معانا تاكي كارديا في واحد عنده انجينا ينفع؟ مش التاكي كارديا دي يا اولاد اصلا هي ممكن تجيب الانجينا؟
التاكي كارد يعني الورك بتاع القلب يبقى ايه؟ طب ولما الورك بتاع القلب يبقى زياده، لما الشغل بتاع القلب يبقى زياده، طب ما انا ما عنديش اصلا، ما انا عندي مشكله، عندي سكيميا، فاهمني ولا لا؟ يبقى الكالسيوم شانل بلوكرز بيستخدموا في علاج الانغينا ما عدا النفيدبين. لماذا لا نستخدم النفيدبين؟ لانه بيعمل حاجه اسمها ريفلكت تاكي كارديا، والتاكي كارديا ما تنفعش هنا. لكن ممكن استخدم فيربامين، ممكن استخدم دلتيازين، ممكن استخدم امنوديدين عادي جدا. مشكلتي الوحيده بس في حاجه اسمها انك تفهم ولا لا؟ لو مشكلتي في النفيدبين ده مشكلتي اللي هو الابيلات، ده المشكله لانه يعمل ريفلكت تاكي كارديا. الادويه دي كلها نيجاتيف انتروبيك، نيجاتيف انتروبيك يعني بتقلل البوست اوبيك. عشان كده مي برسبتيف هارت فيلر، ممكن تعمل هارت فيلر. الادويه دي اللي احنا قلناهم بقى في معناها ان فيلر ممكن يعملوا برادي كارديا، يعني ممكن عيني يجي لنا في صوره هارت بلوك ولا حاجه، ممكن يعني ممكن يجي لنا في صوره واحد عنده هارت بلوك، ممكن يعني ممكن تقلل ضربات القلب قوي 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 قوي. ممكن تعمل هايبوتنشن ليها فازو دايريتور اكشن، ممكن تعمل بلاشنج. الفيربامين باي نيم مشهور عنه كلمه سيفير كونستبيشن، سيفير كونستبيشن. الناس اللي خدت فيربامين الشكوى الاساسيه بتاعتها ايه؟ لما تعمل كونستبيشن ويز فيربامين، فيربامين ده هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيلازمه في السوق ايزوبتن، ده هو اللي بيعمل كونستبيشن رهيبه جدا، هيعمل كونستبيشن جامده. يبقى تاني هنستخدم حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكر في علاج الانجينا. الكالسيوم شانل بلوكر دي هتعمل ايه؟ هتقلل البلاد بريشر فهتقلل الابتر روت، وهتقلل الارتريز والكونتراكتيز فهتقلل برضه شغل القلب، وهتعمل كورونري فاز ديليتيشن وده كويس هيزود البلاد سبلاي. الممبرز بتوعها مين؟ فيربامين وديلتيازين وديفيدرين. مش هقوله هنا بقى، مش هقوله هنا ليه؟ وما ينفعش استخدمه عشان علاج انجينا، ما ينفعش استخدم ده لانه هيعمل ريفلكس. لكن على فكره الفيربامين والديلتيازين هيعملوا برادي كارد وده مطلوب ولا لا؟ ما انا قللت ايه؟ قللت شغل القلب مش كده؟ ها الامنوديبين ده الموضه ودايما هو اللي بيستخدم وده دواء محترم وممتاز. استخدامات بقى او سايد افكت او الكومبليكيشنز المشاكل اللي ممكن تحصل معنا الكالسيوم شانل، قلنا ان فيجن تاكي كارديا الدلتا جام والفيربا اللي هي التراكي كارديا ودي مطلوبه دلوقتي، ممكن يعملوا فلاشنج، ممكن يعملوا كونستبيشن، ممكن بكتيريا هارت فيلير والكلام ده خلاص. هل انا بستخدم الكالسيوم شانل بلوكر في القلب هل هستخدمها مع حالات الانجينا بس؟ ايه رايك يا ولاد لو حد عنده هايبرتنشن؟ يعني اكيد الكالسيوم شانل بلوكر من المجموعات الكبيره، يعني مجموعه حلوه، مجموعه كبيره، استخدم الكالسيوم شانل بلوكر واحد ضغطه عالي من الادويه الاكثر استعمالا اصلا في الاسواق كلها، الكالسيوم شانل بلوكر مجموعه حلوه. الكالسيوم شانل بلوكر يا ولاد كانت بتستخدم في علاج الاريتميا، يعني ممكن تقلل ضربات القلب شويه، ممكن استخدمها في علاج الاريتميا. في حاجه عارفين قلنا امبارح ايه؟ الفالوس. مشكلتي في الفالوس خليكم معايا، مشكلتي كانت ايه؟ الانفانديبلر سباز. الانفانديبلر ده عضله، هو جزء من ايه؟ هو جزء من القلب. يعني الانفانديبلر ده جزء من عضله القلب. عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول ان الكالسيوم شانل بلوكر ممكن تعمل لها ريلاكسيشن، ولما تعمل لها ريلاكسيشن بتفك السباز، فبالتالي فرصه الهرمون الاسترونز تبقى ايه؟ هتبقى قليله، يعني ممكن تصلح الكلام ده. في كلمة هنقولها إن شاء الله، في ناس كده يا ولاد تلاقي عضلة القلب بتاعتهم أهي، تلاقي العضلة كده تبقى تفخر، حد رياضي قوي ولا عنده ضغط عالي فالعضلة تبقى دي تفخر، بيسموها ايديوباثيك هايبرتروفيك مثلا سب أورتا سيستينوز، تلاقي الحتة دي بقت ضيقة تحت الأورتا. المهم العضلة كلها إيه؟ تخينة تخينة. العين ده ممكن عشان هي تخينة كده يا ولاد مش عارفه تعمل ريلاكسيشن، فالقلب مش عارف يملا. حلو؟ لو العضله مش عارفه تعمل ريلاكسيشن القلب مش عارف ايه؟ الناس دول ما ينفعش تيجي تديهم ديجيتال. ما اصلا ما هي العضله في حاله كونتراكشن اهي، لا انت محتاج ان القلب يملا. عشان القلب يملا بديله حاجه نيجاتيف انتروبيك، اديله حاجه من الايه؟ من الكالسيوم عشان البروتوكول، تقدر تخلي العضله ايه؟ ترخي شويه، لما العضله ترخي شويه يعرف يملا ويضرب، يملا ويضرب. يبقى انا صلحت الناس اللي عندهم الدايستوليك ديسفانكشن ده مش عارفين يملوا عن طريق الكالسيوم عشان البلوكر، وجايه معانا تاني. الكالسيوم عشان البلوكر نستخدمها في علاج الانجينا، نستخدمها في علاج الهايبرتنشن، نستخدمها في علاج الاريبيا،
نستخدمها في علاج حاله اسمها طلق، عشان نفك ايه الفرمونري ستيرود انفورتبل الباس. تمام، حاجه اسمها اي اتش اس اس اجلها دلوقتي، ايديوباتيك هايبرتروفي سب اورتيك ستنوز، هناخدها عشان تعمل ريلاكسيشن لعضله القلب شويه. هنتكلم عليها مرارا وتكرارا كذا مره، يبقى دي مجموعه حلوه. لو كان ضغطه عالي جدا وحصل له مثلا سيريبرال هامبرج ولا حاجه، هذا نديله الكاتس مش هذا البلوكر على اساس انها هتقلل الضغط، واستخدمه اللي هو الموضه بقى النيموديفين، ده دواء قوي جدا بحيث ان هو يقلل الضغط عشان ما يحصلش نزيف جامد في المخ ولا حاجه. اصبحت هذه الكلمه كلمه اسمها كاتس مش هذا البلوكر. بص يا ولاد، البيتا بلوكر اسمه الكاتس مش هذا البلوكر، موجودين تاني في علاج الهارت فيلر، بس لما نيجي في سوريا في علاج الهايبرتنشن، موجودين تاني في علاج الاريزميا، بس لما نيجي في علاج بقى الهايبرتنشن والاريزميا هيكتب عنوان اسمه ايه؟ بيتا بلوكر. يقول لك ايه؟ انظر المطبق. هيكتب كالسيوم شانل بلوكر، انظر المطبق. بس في حاجه، انت لما تيجي انت بتجاوب سؤال كبير مثلا، لو في تريتمنت اوف هايبرتنشن، لما تيجي تكتب الكالسيوم شانل بلوكر بتكتب الصفحه دي. لما تيجي تكتب البيتا بلوكر بتكتب الصفحه بتاعتها، يعني كان انت لما بتذاكر، بيتا بلوكر وبتذاكر كالسيوم شان بلوكر، انت مش بتذاكرها بس كده وخلاص، انا بذاكرها عشان كده حاجه. انت اخلص منها، احنا قلناها في الاول ليه؟ عشان تخلص منها تقعد تقابلنا في المنهج كتير جدا. ده حتى لما يجي ناخد الستارت اب سكوزز قدام كروموس هيفهم يقول لك بيتا بلوكر. يقول لك بص عليا بارتيشن بيتا بلوكر. طالما ذكر الكلمه بيتا بلوكر لابد انك تتكلم عليها كلمتين تكون عارفهم من دلوقتي. في مشكله في الحته دي؟ طيب اللاين الرابع في الادويه مين فاكر؟ انتي بليتلت اجريجيشن، وده كلام منطقي جدا. نرجع لاول محاضره، هو لما حصل اثيروسكلوزس، لما جه ال ال دي ال وقعد وحصل له اوكسيديشن وجات الماكروفيج وخلته وعملت بون سيل وبدات تعمل بروليفريشن لايه؟ طول المطر، وحصل نارون. ولما حصل هذا النارون بقى عندي الكيمياء، بس في مشكله ان هو مع الشده دي بتاعت الانسان ممكن يحصل فيها بريكس، يحصل فيها والبريكس هتبدا تتكون ايه؟ هتتجوز يتجمع عليها ستروفس، مش قلنا الكلام ده؟ طيب ما عشان ما يتجمعش عليها ستروفس، انا عشان احميه من هذا الكلام، وهو جاي له انجينا، اي حد بيجي له انجينا، انا اامن نفسي. اامن نفسي ازاي؟ ان انا امشيه على انتي بليتلت اجريجيشن. امشيه على انتي بليتلت اجريجيشن ازاي؟ اديله مثلا اسبرين، اديله اسبرين. الاسبرين ده يا ولاد لو انت له يعني له دوز كده، يبقى ليها انتي بليتلت اجريجيشن، بحيث ايه؟ ان لو ادي الانت ما اهي، لو ادي بلاد فيزل اهو، وهو بدا فعلا يضيق كده من هنا ويضيق من هنا ويصوم المصدر كده، بتحصل بريكس هنا ويتجمع عليها ضغط. لا، طب ما نمنع الموضوع من اساسه، اخلي عنده سيوله، عن طريق ايه؟ انتي بليتلت اجريجيشن المتبع والرخيص والسهل. هو طبعا الاسبرين، الاسبرين هو دايما الحاجه السهله والرخيصه والناس كلها بتسرق. في حاجه ثانيه غاليه بقى، في اللي هو التكلادرين اللي هو التكلت ده موجود في الصيدليه، ده هو غالي. في بلافكس برضه ده هو غالي مستخدم. اقول كلمه والشاطر هيقولها لي، في دواء رخيص برضه انتي بليتلت اجريجيشن اسمه الدايبرجامول، ما ينفعش ان انا استخدمه مع واحد عنده سكيمي. ليه؟ قال له طب يعمل حاجه اسمها الكورونري ستيل فروم، يعني ايه؟ يعني يسحب الدم من الارتري المقفول اصلا او المصاب ويوديه على ايه؟ ودي استخدمناها بنعمل الكاتوجين سكان، صح ولا لا؟ استخدمناها مره، فهو لا يستخدم في العلاج، لا يستخدم اصلا، لانه هيضعف الضعيف، يعني هو اللي فيه سكيمي هيسحب الدم منه يوديه ايه؟ هيوديه مكان ثاني، وهي دي المشكله، فهمتوني ولا لا؟ هو انتي بليتلت اجريجيشن وعرصنا من فوق وحلو وجميل وكل حاجه، الا انه لا يستخدم. لماذا لا يستخدم؟ لانه هيعمل حاجه اسمها كورونري ستيل فينومينال. الكلام واضح؟ فيها مشكله؟ يبقى انا هستخدم انتي بليتلت اجريجيشن. في عنوان بعد كده اسمه ريفاسكولاريزيشن، برضه ممكن استخدمه كتريتمنت اوف ستيبل انجينا. ممكن اعمل حاجه اسمها ريفاسكولاريزيشن. ريفاسكولاريزيشن انا هشرحها، بس انا عايزها منكم ايه؟ اثناء التفاصيل، مش عايز التفاصيل. كلمه ريفاسكولاريزيشن انا عايزها اسماء فقط، عناوين بس. بس تعال نقولها كده، ريفاسكولاريزيشن، يعني هرجع الارض تاني هي الخليج، عاده مش كده ولا لا؟ فاسكولاريزيشن يعني هرجع تاني بحيث ان الدم يمشي فيه كويس. الريفاسكولاريزيشن دي بتتعمل بثلاث طرق، طريقه اسمها في فكر،
هنعرف يعني ايه. وطريقه ثانيه اسمها ستنت، عندنا فكره شويه. وفي حاجه اسمها كابيج اوبريشن. اول حاجه دي بيكر فينكيوتينس ترانسليومينال كوروناري انجيوبلاست. فينكيوتينس عن طريق الجلد، فينكيوتينس ترانسليومينال بمشي فيه اليوم جوه، كوروناري الكوروناري انجيو بلاد ليزر بلاد تكبير. قلناها القطر ضيق، القطر القطر ضيق، هدخل بقسطره من الفمر والقطر وافضل ماشي 10 اتجاهات لغايه ما اجي عند الاسندنج اول، هلاقي فلزار يمين، هلاقي سوري في ساينس يمين وساينس شمال، ادخل هنا وادخل هنا وادخل بالقطر في بالونه فاخر القطر، ادخل بالونه. لما فتحت البالونه عملت ايه؟ عملت انجيو بلاد، وسعت مين؟ وسعت هذا الكورونري. اتفهمت ولا لا؟ اسمها ايه؟ اسمه ايه البروسيديو ده اصلا؟ اسمه بي تك. على فكره مش كده وبس، لو واحد مثلا عنده ام اي هو ستيبل انجينا وفي جلطه جوه، ده انت هتدخل تعمل ايه؟ يدخل شير، يدخل شير تماما. دي برضه اسمها بي تك. طب انا اشتغلت في الكيوتينيوس ترانس اليومنا الكورونري، اشتغلت على الكورونري انجيو بلس، يفهمني ولا لا؟ مشكلتي ان انا ممكن ايه؟ ممكن بعد ما اشيل مثلا لو وسعت شويه بعد ما اخرج تاني يرجع تاني يجي، ممكن يحصل كده. ممكن اعمل انجن جوه وانا بشتغل، ممكن ده وارد جدا، فاهمني ولا لا؟ يعني ممكن يحصل كومبليكيشن من هذا البروسيديور. اكتر حاجه بس انه يحصل له تاني ريستينوزس، لكن تبقى عارف كلمه اسمها بي تكه وتبقى عارف معناها ايه. فيها مشكله؟ الاحتمال التاني، عشان قلنا لك امبارح كده، قلنا وراكم ان شاء الله فيديو جميل جدا، عشان البتاع ما يقفلش تاني، عشان ما يحصلش كده تاني، انا هركز في دعامه. الدعامه دي انواع، ها؟ فيبدا يركب الدعامه، الدعامه دي احسن بقى شويه. احسن من البيت التاني. ما انا قلت لك انا ركبتها بالقسطره. بس انا ايه؟ قلت لك بعد ما اخرج بالقسطره بالبالونه ممكن ايه؟ لا ده انا بحافظ عليها تنزل. بحافظ عليها مفتوحه. يا ولاد العيان قبل ما يتركب له دعامه والكلام ده مش قادر وعنده تشيست بيهم باستمرار، يقول لك انا مكتوم وتعبان وشغال مجهود والكلام ده، اول ما تركب له الدعامه دي يا ولاد يقول لك بص زي ما تقول انت سوري يعني في بلعه كده وسلم في حاجه يعني في حاجه حصلت، يحس بص بالاضطراب ايه اللي حصل؟ انا وسعت له القطر قد كده وبعدين القطر مفتوح على طول بقى مفيش مكان ان هو يدق تاني ولا سباز ولا حاجه. فالستات من الحاجات الرائعه لما مرات يا ولاد تدخلوا ركبوا دعامتين في ده وفي ده او في ثلاثه، في نفس الاولاد ده ركب دعامتين وركب دعامتين في القلب، يعني دخل عملهم وخلاص الكورونا اللي بتاعته بقت زي الفل. طيب كابج اوبريشن، كابج اوبريشن دي اختصار لايه بقى؟ كوروناري ارتري باي باس جراف. كوروناري ارتري باي باس جراف، ايه اللي حصل؟ احنا كان عندنا اولاد قناه السويس كده جميله جدا، بس كان فيها حته ضيقه. فكانت الحته الضيقه دي السفن لما بتيجي هنا لازم واحده تقف في السماء لما دي تعدي وبعدين تبدا تعدي. حلو كده؟ فهو قال لك لا عشان تجينا بقى فلوس زي الرز نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل قناه ثانيه كده جنبها. فايه اللي يحصل يا ولاد؟ تيجي السفينه كده تمشي كده والثانيه تمشي كده، فتلاقي سفن رايحه جايه وايه الحمد لله بقينا اغلى دوله في العالم. ثاني يا دكتور والفلوس بقت زي الفل والاقتصاد عالي جدا، بقت السفن رايحه كده وجايه كده، صح ولا لا؟ دي اللي حصل. قناه السويس الجديده دي اسمها ايه؟ باي باس. اسمها ايه؟ انا عملت ايه؟ انا عندي حته ضيقه، اعمل في حته ضيقه، عملت جنبها طريق تاني، خليني ولا لا؟ وصل؟ لا لسه. بص يا دكتور ادي القلب اهو، ادي القلب اهو، ها؟ وادي الاسندنج اورتا وادي البلزالفا وادي الشفاينس وادي كل حاجه. وانا عندي هنا رايت كولوري وعندي هنا ليفت كولوري. هذا مثلا الرايت كورونري اهو، الرايت كورونري ده مثلا ضيق، ما هو الرايت كورونري نازل كده فالحته دي بتاعته دي ضيقه. الحته دي ضيقه، فاصبح الغذاء اللي وصل لهذا المكان كله قليل. او انا جايب جراف، الجراف ده بيجي منين؟ حاجه من الثلاثه. يا اما ياخدوا كان زمان ياخدوا اللي هو السفنس فين ويجيبوا كده بطريقه معينه، او حتى دلوقتي ياخدوا الانترنال ميموري والانترنال ميموري ده نازل هنا ياخدوا يقول يا سلام. طب العضلات الصغيره دي اقول لك المنطقه دي اصلا مليانه انتر كوستال بلاد فيزنس، انا مش مستني مين؟ هذا الانترنال ميموري. تقول لي وبعدين؟ ناخد هذا الانترنال ميموري او حديثا بيعملوا سنسيتك جراف، يعني ماده مصنعه بوليستر انر في ماتيريال كده ويدخلوا يركبوها. هو عامله ايه؟ اروح موصلها من فوق الاستينوزس او من البازلفا واعمل بصل مين؟ الحته اللي فيها نروين، فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى انا عملت وصله، الوصله بالازرق اهي جبتها من هنا لهنا، يبقى انا عملت باي باس الحته اللي كان فيها ايه؟ اوبستراكشن. البروسيديو ده اسمه ايه؟
كورونا ها ارتري بايباس جلاس. طبعا دي عمليه قلب مفتوح، عمليه قلب مفتوح يعني بص يا جماعه يفتح صدره كده من هنا لهنا كده، واثناء العمليه بيوصل الشرايين الكبيره في حاجه اسمها هارت لانج ماشين، عمليه كبيره لكن ناس كتير جدا عملتها وعدت والدنيا بقت حلوه. ها الكورونري ارتري بايباس جلاس دايما بيعتبروها اخر الخيال او بتجيب نتيجه حلوه والعيان ممكن بعدها يعيش فتره كويسه واموره تبقى متحسنه جدا جدا جدا. يبقى عندي ثلاث حاجات اسمهم ري فاسكولاريزيشن. كلمه ري فاسكولاريزيشن انا بعمل له ايه؟ ها بين كيوتينس ترانسليومينال كوروناري انجيوبلاس، يا اما هركب له ستنت ده عن طريق القسطره يا اما هعمل عمليه قلب مفتوح اسمها ايه؟ اسمها كابج. كابج اختصار، على فكره انت لما تقول كابج كل الناس عارفاها. كابج يعني ايه؟ كورونري ارتري بايباس جراست. الكورونري ارتري بايباس جراست اللي هي الكابج اوبريشن من الحاجات طبعا المشهوره والمهمه. ها لمده ايه؟ لو جالك سؤال تريتمنت اوف انزيما. ها هقول ايه؟ جاي اتاك ودور انتو صابين ولا تيت وين بتون اتاك؟ ايه الهدف من ايه بتون اتاك؟ ان انا امنع يبقى افويد بريسيتنج فاكتور وافويد ريبوتنج فاكتور وانترسايد وهايبر ثيرمال ريبيتيشن. ولازم اقول ادويه، والادويه اللي هقولهم اربعه كمان غير بيتا بلوكر اسمثال بلوكر والانتي بلاتلت، وهعمل حاجه اسمها ريفاس كولاريزيشن واحد اثنين ثلاثه. خلصت؟ ده اجابه سؤال كبير اسمه ايه؟ انا تريتمنت اوف ستيبل اندر. في اي مشكله في هذا الكلام؟ في اي مشكله في الحته دي؟ هناخد حتة بقى عميقة كده شويتين للفهم بقى. بص يا باشا، لما كان حد قادر القطر بتاعه اهو اهو وبدا ايه يضيق كده وبعدين يحصل له نار من كده، قلنا السموث مصر في هنا وهنا حصل لها بروليفريشن، قلنا ان المريض ده عنده حاجه اسمها انجاينا صح؟ ودي اللي سببه انجاينا. لما الشده دي والشده دي تبدا تعمل هنا بريكس، لما يبدا يحصل هنا بريكس يا ولاد يبدا يحصل هنا ايه يعني تشققات كده، ممكن بسهوله تبدا تتجمع عندي هنا ثرومبس اون توب اوف اثروسكلوروزس. ها مش انا عندي هنا اثروسكلوروزس فالقطن وراه سيرفس وفي تشققات، فاصبح عمال يتكون هنا ايه؟ يتكون هنا ثرومبس. لما يبدا يتكون هنا ثرومبس في شويه احتمالات. الاحتمال الاول ان الثرومبس دي هتقلل البلاد فلو فيحصل له تشيست بين، بس الحته دي يا ولاد الحته دي جزء من العضله من عضله القلب اللي رايح لها هذا الارتري ما تتاثرش، يعني شويه الدم اللي معديها هم ماشيينها وفي كولاترال. يعني ايه اللي حصل؟ هو حصل ثرومبس اون توب اوف اثروسكلوروزس، بس العضله دي ما حصلش فيها نكروزس ولا انفارشن ولا اي حاجه، ما حصلش فيها حاجه بس انا عندي جلطه، انا عندي ثرومبوزس اون توب اوف اثروسكلوروزس وما سببش حاجه، فدي يقولوا عليها انستيبل انجينا. استحملني للاخر. طيب الاحتمال الثاني يا دكتور انها تتقفل، فالضال اللي رايح يبدا ايه؟ يبدا يقل. لو اتقفلت وبعدين الدم اللي رايح بدا يقل قوي، ها اتقفلت وبدا يقل قوي، ها لدرجه ان بدا يحصل من ايه؟ شويه ميكروب شويه كده، ها شويه نكروزز هنا. ها دي كلمه بسميها ام اي. طب يا دكتور طب لو اتقفل تماما وحصل نكروزز كتير وخد الليرز كلها برضه ام اي، فجم على الام اي ده المايوكاردال انفانكشن وقسموه لحاجتين، يا اما حاجه اسمها اس تي اليفيتد ام اي ستيمي، اس تي اليفيتد ام اي او نون اس تي اليفيتد ام اي. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني ايه؟ لما يجي يحصل هنا كومبليت اوكلوجن يعني البتاع دي اتقفلت تماما فحصل هنا نكروزز، تيجي تعمل بصوا معايا ما تكتبوش حاجه، ها لما تيجي اتقفل تماما تماما واصبح ما فيش غذاء رايح هنا خالص، ما فيش اي غذاء، فكومبليت اوبستراكشن والدنيا هنا خلاص ضلمت وحصل نكروزز والنكروزز خد الليرز كلها وحاجه كبيره، يعني في سيفير تيشو دامج. التيشو دامج في الاي سي جي بيظهر في صوره اليفيتد اس تي سيجمنت، فيقولوا عليها ايه؟ اس تي تي ها اليفيتد ام اي، وده معناه ان الاوبستراكشن كان كومبليت، معناه ان هو في كومبليت ايه؟ فاهم الحته دي؟ يلا شاطر يا جماعه بقى.
لو حصل ترومبس وتحصل اثروسكلوزس وبدأ يحصل شوية اسكيميك نيكروزس، بدأ يحصل ايه؟ شوية اسكيميك نيكروزس. لو بدأ يحصل شوية اسكيميك نيكروزس ها بس ما حصلش كومبليت تيشو دامج، يعني انا عندي بارشال اوبستراكشن بس نقول عليها نون ستيم، يعني ها نون اس دي اليفيتد ام اي، وده معناه ان الاوبستراكشن كان خلاص. احنا نتفق على حاجه، الثلاث حاجات دول على بعض كده نون ستيم وانجينا نون ستيم وستيم، الثلاثه دول على بعض قالوا عليهم تيرم، قالوا عليهم اكيوت كورونري سندروم. بس ايه الفرق بين الثلاثه؟ هما الثلاثة ما يتفقوا في حاجة. أنا عندي ثرومبس والكوكو. لو هذه الثرومبس هي ضيقت بس ما حصلش نكروزس، أفهم الحاجة؟ أنا فاهم الأزمة. لو قفلت تماما وحصل نكروزس رهيب. إيه تي سي ليفيتد إم أي. لو كان بارشال أوبستراكشن وحصل شوية نكروزس، فمش هتعمل إيه تي سي اسمها إيه؟ نون ستيمي. يبقى معنى دول كلمة أكيوت كورونري سندروم. أكيوت كورونري سندروم يعني thrombosis on top of وهذه thrombosis on top of atherosclerosis ها thrombosis on top of atherosclerosis فيها تلات احتمالات. يا اما هي thrombus واتكونت وخلاص بس البصر الى حد ما ماشي وما حصلش لسه ما حصلش اي necrosis، ما حصلش عندي اي necrosis ولا حاجه، فدي اسميها unstable angina. لو القفله نص نص وبدا يحصل شويه necrosis صغيرين هقول عليها نون اس تي اليفيتد ام اي. لو القفله تماما وحصل نكروزس فظيع كومبليت اوبستراكشن يبقى اسمها اس تي اليفيتد ام اي. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه، لما بيحصل يا اولاد هنا نكروزس سواء حته صغيره او حته كبيره، اي نكروزس في القلب فيه عضلات، في جزء خلايا من العضلات بتتدمر، بيطلع منها حاجه اسمها كاردياك انزايمز. فتلاقي حضرتك ايه؟ الناس اللي عندهم ام اي، بص طالما انت قلت كلمه ام اي لازم بص لازم يا دكتور، طالما قلت كلمه مايوكارديال انفاركشن لازم مع هذا المايوكارديال انفاركشن تلاقي فيه اليفيتد كاردياك انفاركشن. فهمت ولا لا؟ دكاتره تفرق ازاي الاريس ليبل انجينا من النون ستيمي؟ اصل بصوا الستيمي خلصت ايه؟ مش انا معايا عملت ايه دي؟ انا لقيت معايا اليفيتد دي خسرت خلاص، عامل كارديك نظام سريع موجود اقول له انت حاله ايه؟ حاله مايوكارديال انفاركشن وانت ستيمي، فاهمني ولا لا؟ مشكلتي في مين يا ولاد؟ طب الفرق ازاي انا ستيمي ولا انا ستيمي؟ كارديك نظام، انت فاهمت ولا لا؟ انت دحين ايه دلوقتي؟ طب فين؟ يعني ايه اكيد كورونري سندروم؟ يعني حصل ترومبوزس وفوق وفوق ايه الاحتمال؟ ايه الحاجات اللي ممكن تعملها؟ حاجات من ثلاثه، حاجه من ثلاثه، هي اما انت بس اون توب بس لسه ما حصلش نيكروزي بس انا طب فاكرين حاجه في الغزيه والانجينا يا ولاد؟ هو فاضل شويه ولا هيحصل لها ايه؟ عشان كده قلنا 20% هيتحول الى ايه؟ لو انا ما لحقتوش هيتحول الى مايوكارديا الانفاركشن. طب لو القفله زادت شويه وبدا يحصل شويه نيكروزي بس ما انا مستني وهي الخارجيه كان زين؟ طب اتقفلت تماما ها اتقفلت خلاص كومبليت اوبستراكشن ها والانفلونس بدات تعلى يبقى دي اسمها ستيمي اس تي انفيتد ام ار. اتفهمت المصطلحات دي ولا لا؟ دي مصطلحات مهمه خالص، دي مصطلحات مهمه جدا لازم نحطها في الاعتبار. طبعا ايه هو لازم يا ولاد؟ لازم يجي في امتحان النظري يا انجينا يا ام ار. مش حاجه اسمها بص لازم في امتحان النظري، راجعوا الامتحانات الاخيره كلها. لازم يجيب لك حاجه من الاثنين دول. فاضل بقى ان هو يجيب لك ايه؟ يجيب لك يعني ممكن يجيب لك اكيوت كورونري سندروم، ده سؤال جاب وتقعد تفرق نوعين من بعضها، يبقى حاجه حلوه قوي. عند الولاد نزل الحته كده سؤال وصراحه سؤال في منتهى الذكاء عجبني يعني. قال لهم ايه؟ كان سؤال خمس درجات. قال لهم تريتمنت اوف انستيبل انجينا. تريتمنت وعايز مين بس؟ وبعدين ايه؟ هو عندهم في الولاد بيكتبوا بوينتس، انا مش عايز ده يعني. تريتمنت اوف انستيبل عليك يو انستيبل انجينا. واحد عنده انا شخص ده انستيبل انجينا. شخص ده ايه؟ معنى كده مش لسه ليه؟ ها؟ عملت له الاي دي جي والكارديك انزايم. لقيت الاي دي جي فيه شويه تغيرات مش كده؟ وبعدين لقيت ايه؟ الكارديك انزايم ده حلوه. والانجينا دي جات له اسيست. ها؟ او بريزنت اونسر. او بوتر انفارش. او كانت متزايده بس دي مظبوطه بعتمد.
بدون مواصفاتها ولا ايه؟ يعني عندي مواصفات مين؟ يلا انا سيبه نظام. هذا المريض لازم يتحجز في السي سي يو. سي سي يو يعني ايه؟ كورونري كير يونت. يعني كان الاي سي يو الرعايه المركزه دي فيها جزء كارديك، جزء خاص بامراض القلب، جزء خاص بامراض الكورونري. هتتبع اسم القلب في المستشفيات في رعايه القلب، ها اسمها ايه؟ كارديك او كورونري كير يونت. كورونري لان اكثر الامراض عندهم بتكون امراض في الايه؟ احنا نقول حاجه لو دي بتتفرج كله كده معايا بقى. ها وده جايد لاين على فكره. ها ده موجود في التيكت. ها تريزن اوف انستيبل انزايتي. اكتبوا دي معايا، هي حاجات انتوا عارفينها بس النظام يعني. حاجتين، واحد انتنسفايد يعني مركز. تريزن ان سي سي يو. اللاين الثاني اسمه انترفنشنال. انترفنشنال هقول كلمة دي تكتا ماشي؟ متفهمني بقى؟ هات انترفنشنال لو انا صفصت اعمله ايه؟ اصفر واصفر الاقي صوم بس اعمل ايه فيها؟ ها طب الدنيا ضيقة اركب السنس هنا اتصرف يعني اعمل حاجة اسمها ايه؟ انترفنشنال. طب يا دكتور لو انا حجزته يعني مريض قلب سنس ولازم احجزه في ايه؟ طيب ما حاجاته في القلب، طب حاجات هعمل له ايه يعني؟ هعمل له ايه في الرعايه؟ بص يا دكتور هدي له ادويه نايتريت وهترغي. دكاتره نايتريت وهترغي. بيتا بلوكر وهترغي. اسبرين وهيبرين. ايه الزياده هنا؟ يلا حد يقول لي هو ايه الباثولوجي؟ ايه الباثولوجي بتاعته؟ طالما في موضوع اخر طالما في اسم بس لابد ان انا ازودها فعلا ولا لا؟ يبقى الله ينقص مين ان احنا زودنا كلمه اسمها ايه؟ جابها في الام سي كيو. ها جابها في الام سي كيو. هيبرين از يوز ان تريتمنت اوف حتى لك اختيارات نوع انواع من الامراض البلاد زي ما انت قلت ستيبل لو بتختار مع مين؟ يقول لك وان اوف ذا فولوينج يوز ان تريتمنت اوف ستيبل انزيما لو حط لك الهيبرين او الانتي كوايجولانت عموما ها هنقول كلمه انتي كوايجولانت. يبقى كلمه زياده هنا كلمه يبقى يا ولاد امتى يبقى عندي انجينا وادي فيها انتي كوايجولانت؟ اذا كانت خلاص كده مين الانجينا اللي استخدم فيها انتي كوايجولانت؟ فاهمني ولا لا؟ ايه يا دكتور؟ ايه المشكله؟ اه عايز اوصل، عايز اهدي القلب، عايز امنع تكوين الجلطه بروفلاكسز، وعايز لو في جلطه ما في جلطه ادومها، مش كده ولا لا؟ يلا اتفضل. ممكن بس ما مش مخصوص في البروتوكول يعني. ممكن عايز لا بصوا يا ولاد هو اكيوت كورونري سندروم هو كلمه سندروم اللي انتوا عارفينها سندروم بتتكون من اربع حاجات اهم مش كده هو كلمه اكيوت كورونري سندروم يعني ايه؟ يعني انا واقف في الاستقبال وجاي واحد عنده شيست بين لسه مش عارف فانا بقول عليها ايه؟ اكيوت كورونري سندروم دوري انا كدكتور اعمل ايه؟ افرق هذه اكيوت كورونري سندروم تنفع كذا ولا تنفع كذا ولا تنفع كذا لكن مش بيكون ثلاثه يعني هي كلمة مجازية اكيوت كورونري سندروم هي حالة جايلة في الطوارئ واحد عنده تشيست بين ومش واخد مواصفات الانجينا يبقى انا بفكر يا ان ستيبل انجينا يا اما اي في نوعيه يبقى الام اي على نوعين يا اما ستيني يا اما ما بيسال في الحته دي ولا لا فيها اي مشكله؟ على فكره الحته دي من النقاط الغليظه جدا وضحت؟ حد عايز يكتبها ولا فاهمها؟ سوري يا دكتور انا شغال في السي سي يو يعني حطه على الاي تي جي حطه على المونيتور بس بالظبط اكيد لما انا اديله نيتريت واديله بيتا بلوكر وارد ان يحصل له شويه كان بوتنشال او انا اوقف ده شويه ادي ده شويه انا مش بسيب العيان انا قلت انا مش عنده في البيت انا ما ينفعش اقول له روح البيت وخد الاثنين دول مع بعض بمزاجك فاهمني ولا لا؟ لكن ده اندر مايند اوبزرفيشن فاهم الفكره؟ فده تبقى في الطرق يعني انت في الرعايه اعمل اللي انت عايز تعمله ما انا قدامك وعامل له طب هو ليه في السي كيو؟ يبقى في كلوز مونيتورنج يعني ايه يا ولاد؟ يعني العيان ده في ممرضه كده قاعده له وفي دكتور مسؤول عن العيان ده. هو ايه الفرق بين الرعايه؟ طبعا انا بتكلم في الرعايات المحترمه يعني. في الرعايات المحترمه بروتوكول الرعايه ايه؟ المفروض ان في دكتور لكل اثنين من المرضى. في ممرضه موجوده لكل ايه؟ طبعا في الزهراء الدوليه لان في ممرضه للرعايه كلها. لو في دكتور بيجي هنا بالليل الدنيا مش كده، الرعايه لازم الدكتور ايه؟ لازم موجود يعني هو موجود على مدار الساعه قاعد فيها ومركز مع البيشن ده والبيشن ده هو ده شغله بس المفروض كده يعني خلاص؟ طيب تحبوا نتملها ولا هي مكتوبه في الكتاب بس عايزين نمليها نمليها لما اقول اكيوت كورونري سندروم ها ايه الباثولوجي اللي حصل؟ ثرومبس وانتوب اوف
طيب لو حصل كده وزود ان فانكشن يعني الريزلت هتبقى نورمال يبقى حاله معنى. طيب انت لقيت في الفيشن في الكارديك انزيمز ما احتمالاتك الدنيا اللي كان يعمل ايه؟ لو لقيت الفيشن يبقى عندي فين ما لقيتش هيبقى. طب ايه الفرق بينهم كباثولوجي يعني؟ والله بص هما الاثنين حصل في هما بيضربوا بس ستيرويدز. لو قفلت تماما وخلاص حصل نكروزس وكان كومبليت اوبستراكشن هيبقى اسمه ستيمي، لو كان بارشال اوبستراكشن هيبقى اسمه نون ستيمي. حلو كده؟ تريتمنت اوف انستيبل انزينا بوينتس هنضطر طبعا انت لو عايز تفتح فيها هتفتح فيها براحتك ما عندناش مشكله. ها دي داخله كده كنا عايزين نتعلمها لغايه دلوقتي. في مشاكل؟ يعني ايه مايكروبيال انفكشن؟ كيميك نكروزس ها؟ due to sudden complete occlusion of coronary supply. يعني واحد من البرانشات اتقفل وما كان برانش ثلاثه واحنا قلنا قبل كده اي حد ممكن يقفل عنده واحد لازم مفيش مشكله وعايز ايه؟ يقفل الاثنين بعد كده يقفل عنده الثاني ونقول له فاضل لك واحد يقفل الثالث خلاص ما فيش مشكله ولا لا الثالثه ثابته ليه بقى؟ ليه بقى؟ ما هو ده اتقفل ده اتقفل ده اتقفل هيعيش ازاي؟ هيعيش ازاي؟ هو لما اتقفل واحد كان في اثنين عاملين كلات بس لما اتقفلوا اثنين هو واحد يمشي لما اتقفلوا الثلاثه خلاص. عشان كده انا هوضح حاجه الاي سي جي من الحاجات المهمه جدا انها بتحدد لي المكان اللي حصل فيه الانفكشن ازاي؟ ادي حضرتك بصوت حد بيعمل رسم قلب قبل كده. لما حد بيعمل رسم قلب يقعد يربط له كده حاجات ويحط الكترودز كده ويكور ويشبك ايديه وحاجات مش كده؟ الحاجات دي اولاد اسمها الكترودز. القلب بتاعنا ده ليه كهرباء. والجسم البشري بتاعنا موصل للكهرباء. مش كده ولا جسمنا بيوصل الكهرباء؟ بعمل ايه؟ طب الكهرباء احنا؟ تعملوا تجربة لما تقعد. تعملوا تجربة. تحط صباعك كده في الكهرباء تمسك زميلك. خد بالك؟ هتلاقي زميلك ايه؟ الكهرباء. يبقى انت جسمك ايه؟ خلاص القلب بتاعنا ايه كهرباء؟ الكهرباء دي تمشي في الكيشوف ليرت. وانا منقوطة على حاجة اسمها الكتروس ترسم لي ويب اسمها رسم قلب. كويس؟ لما بيجوا يوصلوا جهاز رسم القلب ده بيحطوا 12 الكترود عشان ياخدوا ديتيلز ياخدوا تفاصيل ازاي يعني؟ يحطوا سته في الاطراف اسمهم 6 ليمب ليدز او الكترودز وسته بيحطوا على الجسم. لو ده شخص هو واقف وادي ايديه الاثنين ها وادي رجله فانا باجي اعمل ايه؟ ها باجي اوصل البوت ابر ليمبس توجذر ده اسمه ال 1 بعد كده اوصل الرايت ابر ليمب ها بالليفت فوق تحت اسمه ال 2 اقفل المثلث يبقى اسمه ايه؟ ال 3 لما يكون حاجه موصله الطرفين ببعض بنسميها ليد. لما تكون متوصله بالجهاز على طول بنسميها الكترود. مش مهم الكلام ده. انا وحطيت هنا زي كاميرا وهنا كاميرا وهنا كاميرا والقلب اهو. بعدين حطيت واحده هنا اسمها اي في ال وحطيت واحده هنا اسمها اي في ار وحطيت واحده هنا اسمها اي في اف. كلمه اي في يعني ايه؟ اوجمانتد فولتج على الرايت. اوجمانتد فولتج على الليفت، اوجمانتد فولتج على الفوت، يعني ايه؟ انا دلوقتي قلبي اهو. قلبي اهو. وانت عايز تسجل الكهرباء من هنا، مش المكان ده بعيد؟ انا لما الكهرباء وصلت وصلت ايه؟ ضعيفه. فعشان اظهرها وابص عليها لازم اعمل لها اوجمانتيشن بضربها باثنين وبثلاثه، فاهمني ولا لا؟ وصلت تحت الرجل، على ما توصل من قلب الرجل تكون ايه؟ لابد ان انا اقويها عشان اقويها يبقى اسمها ايه؟ اوجمانتد فولتج يعني جهد كهربائي مكبر جهد كهربائي ها فاهمني ولا لا؟ يبقى انا عندي كام حاجه بتحطه في الاطراف؟ كده منهم ثلاثه ها باي بولر ال1 وال2 وال3 وفي ثلاثه بيبقوا يوني بولر في الاطراف. هتفهموا حالا انا عايز اقول ايه؟ بعد كده في سته بتحطوا على الشيست. لو ادي الشيست هو اهو اهو انا بقى هنا في حاجه اسمها في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 بحيث ان لو القلب بتاعنا اهو يا ولاد لو القلب بتاعنا اهو هنا في الرايت فنتركل وهنا في الليفت فنتركل وهنا في حاجه اسمها انتر فنتريكولر سيبتم. الرايت فنتركل ده بيصوره في 1 وفي 2 والسيبتم السيبتم في 3 وفي 4 والليفت فنتركل في 5 وفي 6 يعني انا بحط الكترود كده من فوق لتحت كده. كويس؟ هذه الالكتروس وانا نازل عمال اسجل بس عمال اسجل الكهرباء بتاعت الايه؟ بتاعت القلب. بص يا ولد طبعا انا ممكن امسك واحد بس من دول واحد بس من دول
ومسجل في الكهرباء بتاعت القلب. هتظهر لي ويب زي كده اللي احنا عارفينها اللي هي البي والكي وار اس تي والحاجات كده في الفحوصات دول التشخيص من الامراض. يعني واحد من ال 12 دول يكفينا. تقول لي مرضى كده اعمل ال 12 ليه؟ مش واحد يكفي؟ اقول لك عشان اجيب ديتيلز. يعني ايه يا دكتور تجيب ديتيلز؟ اكيد كلكم شفتوا ماتشات كوره صح؟ مش كوره ماتشات كاس العالم. كانوا بيصوروا المباراه بكام كمان؟ كتير. ما اعرفش هقول لك 16 وعلى 32 وقال لك بعض الماتشات 64 كاميرا. يا ولاد كان زمان لو شفتوا ماتش قديم قوي وصلنا كاميرا واحده. الراجل شغال على كتفه وعمال ايه لسه هنا وهنا. بس طبعا كان في حاجات بتوع منك. يعني كان ممكن هو بيصور مش عارف ايه وانت ايه بونج ما اعرفش يعيده تاني. هل الدنيا كده دلوقتي؟ طب هو ليه بيحط كاميرات كتير؟ عشان يجيب بوتيات كتير. خلاص جيب دلوقتي يا ولاد في هدف. جه هدف. بعد ما بيجي الهدف ده يقعد يعيده لك. الزاويه الرئيسيه والزاويه العكسيه ورا المرمى وتعبيرات وش الحارس والمهاجم والجمهور يقعد يجيب لك الحاجات دي. الحاجات دي اتسجلت امتى؟ في نفس اللحظه بس اتسجلت بكذا ايه؟ خلاص ده اللي انا عايز اقوله. احنا عندنا قلب واحد بس انا بصوره من كل دي عشان اي لقطه تحصل هنا او هنا احاول ان انا اربط واقول لي برضه يعني ايه؟ يعني يا ولاد انا البلاستر لايف بتاع الهارد خدناه قلنا في عندنا حاجه اسمها رايت كوروناري ارتري وفي حاجه اسمها ليفت كوروناري وهذا الليفت كوروناري بيدي تو برانشز واحد اسمه انتيريور ديستندنج وواحد اسمه سيركمبلكس. حصل الكلام ده هذا الرايت كوروناري بينزل مينلي بيغذي حاجه اسمها انتيريور وول اوف ذا هارت والانتيريور ده من اسمه بيغذي الانتيريور وول اوف ذا هارت والسيركمبلكس ده مينلي بيغذي اللاترال وول اوف ذا هارت والثلاثه بيتلاقوا ورا في البوستيريور عشان يعملوا انستموزس ويغذوه. جالك واحد دلوقتي في الاستقبال عنده اكيوت سيفير تشيست بين وانت عملت اي سي جي وكاردياك انزايم لقيت الكاردياك انزايم تعالي وعملت اي سي جي لقيت فيها تغيرات فانت بتسال نفسك سؤال ده عنده ام اي فين يا اما انفيريور يا اما انتيريور يا اما لاترال اكوردنج تو مين الارتري اللي اتقفل كويس هعرف منين بقى في الاي سي جي هو الانفيريور ولا الانتيريور ولا اللاترال هو اللي اتقفل عن طريق اللي تقول لي ازاي؟ سهله. بص يا دكتور دوت الانفيريور اوف ذا هارت اهو الكاميرات اللي بتصوروا دول اللي جايين من تحت يبقى ال 2 وال 3 واي بي اف يعني ايه؟ يعني لما الاقي تغيرات الام اي اللي احنا قلنا الوفيتد اس تي سيجمنت مثلا او انفيرتد تي او هيمالايتي اي حاجه لقيت تغيرات انا هحطها كمان شويه لو لقيت هذه التغيرات موجوده في ال 2 وال 3 وال دي اف معناها ان الانفارش خطر في الجزء ليه؟ ده عشان كده الكاميرات اللي تحت هي ده اللي جابته فده اسمه انفيرد ام اي يبقى مين الارتري اللي مقبول؟ مين الارتري اللي مقبول؟ يبقى رايت كوروناري قشطه. طيب لو حصل ان في الانتيرو ديستين هو اللي اتقفل فيحصل له ام اي فين؟ في الانتيرو وول يبقى اسمه انتيرو ام اي. طب التغيرات تحصل فين؟ بقول الحاجات اللي موجوده قدام. طب مين اللي موجود قدام؟ هنعرف ان شاء الله في الكلينيكال ان الرايت سنتريك هو البوست انتيريور والسيبتم فهلاقي التغيرات ففي واحد واثنين وثلاثه واربعه. جالك واحد في الاستقبال واللي جالك ده وعين اللي جالك ده عنده اكيد تشيست بين فانت عملت له كارديا كازايس عاليه عملت له اي سي جي لقيت التغيرات موجوده في 2 1 2 3 4 تقول له هوبا يبقى اللي اتقفل مين؟ اللي اتقفل مين؟ ها الانتيريو ديستنج سهلة؟ قول اللي بعدها مكتوب عشان اتاكد صح. فين بقى؟ ايوه هيبان فين؟ في بي 5 وفي 6 وفي بي ال ايه لاترا ها مش ايه في ال وفي 5 وفي 6 صح ولا ايه يا ولاد؟ جالك واحد عنده تشيست دي ولقيت التغيرات في 5 وفي 6 وفي بي ال يبقى عنده سيرك بريكس هو. دكتور في سؤال بس احنا مسؤولين بصراحه. هو انا لما ببص على الاي سي جي اعرف ازاي في واحد من بي 2 من بي 3 من اي بي ال مش هتعرف مكتوب عليه. انت مش هتختار حاجه مكتوب. كل واحد مكتوب اسمه. انت كل ما هنرجع انت بتعمل ايه؟ ان انت بتجمع كل نوم لوحده. انا ببص انا لما اجي ابص على الاي سي جي هتعلم الكلام ده ان شاء الله. بنمشي بطريقه اسمها وول باي وول. ببص على الانفير ببص على الاي بي وين ثلاثه وين بي ثم في واحد اثنين ثلاثه اربعه ثم في خمسه في سته اي بي
حضرتك شكلكم غريب. ها حضرتك بتقول ايه طارق؟ ليه يا جدعان ده؟ انا الكوره مالكم؟ حاضر حاضر. مش هتعمل دلوقتي انا في ايه يعني؟ دكاترة في مشكلة في الكلام ده؟ عندي سؤال عندي سؤال. مبرزة خايف. جالك واحد عنده سيفير تشيست اهو. عملت له قاعدة تنظيم ثلاثة عليها. عملت له اي سي جي لقيت انفيتد اس تي سيجما في بي 1 و2 و3 و4 و5 و6 واي بي ال. شاطرين. يبقى الليفت كورنري ارت هو اللي ايه؟ اسمها ايه بقى اصلا؟ اكستنسيف انترو لاترال ام اي. اكستنسيف يعني ايه؟ عنيف انترو لاترال. حصل ولا لا؟ يبقى اكستنسيف انترو لاترال ام اي خدت الانتير وخدت اللاترال ودمرت الدنيا تدميرا. قشطه؟ يلا يا دكتور. لا 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 ما تقولش كده خالص. لو دخلوا ثلاثه ارتري مات هيعيش ازاي؟ دكتوره لا انا قلت لكم معلومات الله يبارك لكم. انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ واحد يا اولاد عنده اثيروسكلوروزس حلو كده؟ فاللي عنده اثيروسكلوروزس ده هيحصل له مره اتقفل الرايت كورونري ارتري. لما اتقفل الرايت كورونري ارتري حصل له انفيرور انفارشن. دكاتره الله يبارك لكم. لما حصل انفيرور انفارشن ده ما بيرجعش تاني. الاسكيميك نيكروزس ان ايرفيرسيبل ايرفيرسيبل كونديشن مش هيخف تاني. يعني لو حته ماتت من القلب عمرها ما هتيجي مش هترجع. هي اول سنه ماتت خلاص مش راجعه تاني. تقول لي طب هي يا دكتور هي مش راجعه تاني امال هيعيش ازاي؟ اقول لك ولا يهمك. ما انا لسه عندي انتير وسيرفا بريس وبيحصل انستمونس وبتاع والدنيا بتمشي. يجي نفس العيان ده عنده اسمس كلوك مش مظبط الضغط ولا السكر ولا مستر سجاير ومشجع على زمالك وحلو ده. تروح مقفوله الانتير ايه؟ اتقفل الانتير السنه. لما اتقفل الانتير السنه حضروا الانتير لا ام اي يبقى كده المفروض عندهم الانتيرو كمان الانتيرو بس هو لسه عايز بالايه؟ بالسيل كومبلكس. تيجي الثالثه يتقفل السيل كومبلكس خلاص مش هشوفه. دكتور فرضا يا دكتور فرضا يعني فرضا واحد اتقفل الرايت كورونري واللفت كورونري في نفس الوقت صح ازاي؟ صح هيعيش ازاي؟ وصلت وصلت المعلومه خلاص كده دكتور لسه ولا يعني كمان حد متعسف في اي حاجه هنا؟ يعني لما اقول لك حاجه هل من الاي سي جي تعرف تحدد مكان الانفارشن؟ طيب هو مكان الانفارشن تعرف تطلع القطر ليه؟ عشان كده جه مره ام سي كيو السؤال كان بيقول ايه؟ ها بيشنت وذ تشست بين اند اليفيتد اس تي سيجمنت ان في 1 2 3 4 بعدين السؤال ايه بقى؟ وش ارتري از اوكلودد؟ يعني ما انت تقول اه ده الانتيور يبقى القطر اتقفل هو مين؟ سيمتوني؟ يلا يا دكتور. ها؟ فاهم؟ احنا في الكورس. احنا في الكورس. حلو كده؟ ماشي؟ احنا في الكورس. انا عندي رايت ما انت فاهم ممكن تبقى غني بس ركزي معايا. انا عندي رايت كورونا وعندي ليفت كورونا. في مشكلة؟ الليفت كورونا بيدي انتيرو للسن وبصير كونتكس. الرايت كورونا دي ميلادي انتيرو. انتوا كلكم فاهمين ولا ايه؟ معايا يعني؟ طيب الرايت كورونا بيلازم مين؟ انتيرو. وبنقول الليفت بيدي انتيرو وصير كونتكس. الانتيرو للانتيرو والليفت كونتكس للميتر. في مشكلة في الحتة دي؟ دي معروفة. أنا بقول إيه دلوقتي؟ أنا بقعد أربط كده حاجات. الحاجات دي ليها أسماء. كل مجموعة منهم بتمثل نوع معين. حلو؟ فإحنا قلنا حاجة ده الانفيريور. مين الكاميرات اللي هتصور من تحت؟ ها؟ الاثنين واللي ثلاثة وإيه بي إف. أما أنا لما أعمل إي سي جي وألاقي التغيرات موجودة في الاثنين واللي ثلاثة وإيه بي إف. يبقى الانفيريور. حلو كده؟ طب مين اللي موجود انفيريور؟ اللي قدام من 1 ل 4 مين اللي موجود ده ترى؟ انا بقول ده انا مش شعراتكم لواحد لو مكتوب عليهم يعني كل واحد مكتوب عليه اسمه واحد ليش يا ولاد انتوا عارفين الليله دي اسمها ايه؟ اسمها توبوجرافيزم الدخل اللي عصبوه ده كله اسمه ايه؟ توبوجرافيزم يعني ايه توبوجرافيزم؟ يعني علاقه الالكترود بالنود علاقه الالكترود بالايه؟ هذا بالنود قول لي طيب يا ولاد انا سالك سؤال انا لازم تلاقي اقول لك كله ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا حد فيه هو يبقى انا الاي سي جي بيفيد في حاجتين بيشخص ان الحاله يا اما ستيم يا اما نون ستيم مش كده ولا لا؟ طب يقول لك ليه تفرق في العلاج دي حاجه الحاجه الثانيه يا ولاد يحدد لك المكان يقول لك المشكله في مين؟ هي المشكله في اي حته فاهمني ولا لا؟ يحدد لك الجزء المصاب من القلب هو ايه؟ واظن طبعا دي حاجه مهمه. طيب ها نيجي بقى ها يلا
عنتر ست ليفت مش كده، اصل هو القلب احنا لما بنرسم القلب بالمنظر الرايت امام مش كده، الدنيا مش كده خالص، الدنيا مش كده، القلب كان كده كان مفهوم، بس هو لف 45 درجه فاصبح الرايت هو اللي قدام والليفت هو اللي ورا. القلب لازم دي الفكره، مش معنى ان هو ليفت ويت انديرو ديسيندنج ان هو يغذي الليفت ميلي، فاهمني ولا لا؟ انا مش بتكلم على بالانس سيتويشن ودومينانس سيتويشن، مش كده خالص، انا بتكلم على حد طبيعي، ممكن يبقى في حد واحد دومينانت عن الثاني شويه، فانا مش عايز افتح بس لسه نقول الكلام ده في الاي سي جي. ايه رايك لو لقيت التغيرات مثلا عشان نرد على زميلنا؟ انا في في واحد وفي اثنين بس. على فكره العرض عنده ايه؟ عنده انسان كيمي، بس واضح حاجه يا اولاد، واضح حاجه ان السيستم متغذي بحاجه ثانيه، واحد كان دومينانت. فهمت يا باشا؟ كده ما بيجراش حاجه يعني، مش لازم تلاقيها، مش لازم الثلاثه يبقى فيهم كل حاجه. خلي ده عشان اقول حاجه بس عشان لا حاجه بقولها في الاي سي جي. انا عايز تسالني في اللي انا قلته، يعني اللي انا قلته واضح؟ تحدد ازاي انفيرير، تحدد ازاي انفيرير، تحدد ازاي لاترال، ده الهدف من الجزئيه دي، عايز ادخل على حاجه ثانيه. مش هنقعد فيها طول النهار. اخر سؤال، اخر سؤال، ها؟ ماما ساعات بيخلوا الرجلين كده مع بعض. يعني يعني ركبت مهما كان ومهما كان. كل اجازه كده كان زمان بيركبوا في رجل الشمال بس، دلوقتي في رجل الشمال واليمين كمان، هما الاثنين يعتبروا حاجه واحده. ماشي؟ ها؟ قول يا دكتور. لا ليهم لازمه، ابن واحد ساعات بيدخلهم على الاخرين. والاي بي ار ده ليه فايده عظيمه مش وقتها، الاي بي ار ده لازم يدور على الحساب. ها مش وقتها، كل حاجه فيها مقلوبه لو اتعدلت ما فيش مشكله يعني. ها دي مش وقتها خالص. بص يا يعني ايه معين؟ اسمك نيكروزا يوتو كومبليت اوكلوجن اوف كرونيك ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ طيب عايزين نفرق بين الحاجتين من اولها عشان ايه ما نتخلاش. جاني واحد في الاستقبال دلوقتي وعنده اكيوت تشيست بين ولقيت الكارديك انزايم تعالي، رحت مدخله القسطره بسرعه، عملت له بي تكه وشلت الجلطه. لما شلت الجلطه راح حصل ريبرفيوجن والدم دخل الكرونري، دي ما اتحسبتش يا مؤمن، دي ما اتحسبتش ايه؟ لانه ما عندهاش عليه وقت يكفي اللي هو 6 ساعات، لا مفيش وقت يكفي ان هو يحصل له ايه؟ واحد تاني حصل له تشيست بين، وجالي بعد 5 ساعات من التشيست بين، على ما حضرت ودخلت وعملت له القسطره كانت الحته من القلب مالها؟ يبقى ده اتحسبت عليه ايه؟ مفهوم. يبقى مين اللي يتحسب عليه الام عادي لو عدى 6 ساعات؟ مش دايما يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ وبعدين الناس اللي هم في الفيزيكس يقول لك تايم از ماني، يعني انا وقتي وفلوس. احنا بنقول بقى دكاتره القلب يقول لك ايه؟ تايم از ماسل. تايم از ماسل يعني كلما انقذت العضله بدري انت بتحميها من هذا النكروزس، لانه لو حصل نكروزس هيبقى الموضوع اكيد 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 هيبقى ريفرسبل. عايز في سطر واحد ايه الايثيولوجي اوف ذا مايند؟ لا انا هبع، لا 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 مش هينفع كده. ها ترومبس اون توب اوف اثروسكليروزس، ها ترومبوزس اون توب اوف اثروسكليروزس، وعملت طبعا اوبستراكشن وبالتالي بدا يحصل هذا. حد معترض على هذا الكلام؟ يعني نرجع ونقول هو في علاقه بين الام ار والانزايم؟ ايوه يا دكتور نفس الاسباب، بس هناك كان اثروسكليروزس وخلاص، لكن هنا اتكون ايه على الاثروسكليروزس؟ هيتكون عنده ثرومبوز، الثرومبوز دي يا اما تبقى ان ستيبل يا اما ستيمي يا اما نون ستيبل، غلطت؟ دي الاسباب. طيب يا دكتور واحد عنده مايكارديال انفاركشن هيشتكي من شفت بين، هيشتكي من ايه؟ شفت بين. ممكن اطمع فيكم شويه؟ طب ما اللي كان عنده انزايمر كان عنده تشيست بين. قال لا يا دكتور، لا يا دكتور، اللي عنده انزايمر كان الشيفت بتاعه الشيفت بين بتاعه في يوم منت، هنا هيبقى اكتر من نص ساعه، يقول لك بقاله 3 ساعات. اللي هناك كان عنده الم ممكن يبقى جاست ديسكمفورت، ممكن بقى ايكنج هيفن، هنا يقول لك ايه كراشنج، حاجه بتفرقع، حاجه سكويزنج، حاجه بتموتني، كومبريسنج، حاجه مش عارف ضغط، تلاقي ده من الكلمات دي. زي كلمات رمانة، كلمات كبيره، كلمات خطيره، سيفير الشيفت بين. اللي كان عنده انزايمر كنا بنديله سبلينجو ولا كان بيستجيب الزبون ده؟ لا لا مش هيستجيب. هل انا وانا بشرح انزاينا جبت سيريس كومبليكيشن؟ وايه الانزاينا بيجي له اتاك ودي؟ حتى كان الافكت اوف تريد بتديني بدل سموك مش كده؟ المايوكارديال انفاركشن يتميز ان معاه كومبليكيشن، المايوكارديال انفاركشن يكون معاه ها كومبليكيشن، فاهمني ولا لا؟ يعني اذا البين بتاع المايوكارديال انفاركشن مور سيفير، ها مور برولونجد، ها ممكن يحصل وهو قاعد اتريست مش اكسرسايز والكلام ده، ها البين يا ولاد كمان
دايما يكون لا يستجيب للصابرين دول ريتريت، ويتميز انه دايما يكون مصاحب معاه كومبليكيشن. انا دايما لما يحصل مايوكاردر انفاركشن العيان ده يجي لك بكومبليكيشن، الانجينا ما كانش معاها اي كومبليكيشن، فكان لما يفضل انفاركشن بصاحب على كومبليكيشن. يعني ممكن العضله اصلا تروح فيها. تخيلوا مع خطوره هذا الموقف يا اولاد. في ناس بيحصل لهم مايوكاردر انفاركشن ما يحسش باي الم، فنقول عليها سايلنت ام اي. سايلنت دي حاجه حلوه يا باشا. ليه ده مفيش الم يا عم؟ ها؟ مفيش الم. تقول الالم نعمه. الم نعمه ايه؟ هو ما يحصل له الم، ما يحصل له الم، لما يجي له الم هيعمل ايه؟ يروح للدكتور، يروح للمستشفى، يلحقوه، يحكموه، يعملوا قسطره، صح ولا لا؟ يشيله، الحق اديله، حتى بص لو ما لحقتوش وما عملتلوش حاجه اديني عرفت انه متعلم عليه، صح ولا لا؟ اديني عرفت ان في حته من قلبه ايه؟ ميتة، فاهمني ولا لا؟ فالالم حلو. طب مين الناس اللي بيحصلهم سايلنت ام اي؟ بص يا ولاد، بصوا، انتوا عارفين الفكره، هو ازاي بيحصل الالم؟ مفيش اوبشن، فالقلب هيشغل والقلب يروح هيطلع ينزل جسم واشياء اخرى تعمل استيميليشن. ما رايكم لو كان النرف اندكس مش شغاله؟ فمش هحس. تقول لي مش شغاله امتى؟ اشهر حاجه، اشهر حاجه الدايابيتيك بيريفرال نيوروباثي. الناس اللي عندها سكر بيحصل لها بيريفرال نيوروباثي. هذا البريفرال نيوروباثي يضرب الموتر والسنسوري والاوتونوميك. موتر وسنسوري اوتونوميك. اوتونوميك يعني الفيسرال جين ده مش هيحس بيه. فاهمين ولا يا ولاد؟ فبالتالي اشهر واحد، عشان كده الروتين بتاعنا اي حد عنده سكر بيعدي من قدام المستشفى يروح اي سي جي لازم. وعلى فكره تكتشف ده ايه؟ يعني بص مفاجآت مفاجآت والله. هتلاقي كان عنده مايوكارديال انفاركشن من زمان وما يعرفش، يبقى لا راح مستشفى ولا اشتكى انك شفت دي. تاني واحد يا اولاد انت قلته الاولد ايدج، لان النيرفات عمرها الافتراضيه. لا خلص خلاص مش شغاله. واحد حصل له انفاركشن وهو في كوما. وهو كوما، انتوا الكوما ده اللي هو ايه؟ ان ريأكتف ان ريسبونسف، يعني هو مش مستجيب لحاجه بالرغم ان عنده الم، بس هو كان في كوما. الهوله دي غريبه جدا. لو حصلت واحد اندر جنرال انفيزيا انا معترض على ايه؟ دلوقتي يا جماعه الاندر جنرال انفيزيا ده المفروض يكون محطوط على مونيتور، صح ولا لا؟ وطبعا دكتور التخدير بيعمل ايه؟ ما انا بيتابع الحاجات دي كلها، بس طبعا دكتور التخدير في مستشفى القصيم بيعمل ايه؟ لا ده ماسك العمليات كلها، مش واقف جنب العيان، فاهمني ولا لا؟ ده مش هياخد باله، يعني ممكن يحصل حاجه وهو ما يركزش فيها اصلا. لانه عنده كذا حاله، المفروض طالما الجراح شغال وبيعمل حاجه او طالما حد متخطى لازم يكون عينك على ايه؟ عينك على المونيتور. ما لازمه المونيتورنج ايه؟ فاهمني ولا لا يا ولاد؟ انا ممكن او افتر ترانسبلانتيشن. في حاجه هشرحها لكم اسمها كارديو ترانسبلانتيشن، زراعه القلب. لما بيجرحوا القلب مش بيوصلوا للدور الثاني. النرفات اللي حواليه العضله يوصلها، ده حاجات صغيره جدا. مش هيوصلها تاني. فلو حصل في انفاركشن ولا حاجه هو مش هيحس بيه، يبقى قولوا لي حاجات تعمل. ده على فكره سؤال شفوي شهير، يقول لك ايه اسباب السايلنت ام اي؟ سايلنت ام اي اول كلمه تقولوها الله يبارك لكم. لو كان عنده دايابيتك بريفرال نيوروباثي، على فكره دي اهم حاجه، اهم حاجه. اولد ايج، كوما، جنرال انفيزيا او اكثر ترانسبلانتيشن، يبقى هذا المريض هيبقى عنده سايلنت ام اي. كان في حاجه في الانجينا كده؟ اللي هي ايكوفلنت، ايكوفلنت انجينا، يعني عنده انجينا من غير ما يشتكي من شيست بين. حلو الكلام ولا ايه؟ سهلة؟ طيب الناس يا ولاد اللي عندهم ايكوفلنت انفاركشن بعمل لهم جنرال ولوكال اكزامشن. طبعا اللوكال اكزامشن مش هنساهم دلوقتي، فانا ماجله زي الانجينا هشرحهم. مش هنساهم ان شاء الله. جنرال اكزامشن مهم. احنا مين يقول لي اول خطوه في الجنرال اكزامشن اسمها ايه؟ فايتال ساين. مين بقى الفايتال ساين بتوعنا احنا؟ بس وبلاد بريشر وتمبريتشر وريسبيراتوري وشاور. طيب لما انا اقول لك البلس ممكن نركز كده شويه. واحد يا ولاد عنده مايوكارد انفاركشن وجاله تشيست بين. هذا التشيست بين بالنسبه لي، التشيست بين، التشيست بين ده يعني عندك الان وخايف ولا ايه؟ خايف ولا مش خايف؟ خايف ليه؟ قلبه. ولما يكون خايف بيشغل مين؟ سمباثيتك. ولما يشتغل السمباثيتك يعمل ايه في البطن؟ يحصل تاكيكارديا. حصل ولا لا؟ حصل ولا لا؟ بعض الحالات لما يبقى عنده سيفير بين
يقبض بحاجه اسمها نيوروجينيك شوك. والنيوروجينيك شوك دي اللي المديتور بتاعها هو البيجر، يعني هو زاد عن حده الالم، فبدا مين يشتغل؟ ولو اشتغل بيجر يحصل بريديكار. بعض الناس الحته اللي فيها سكيمي او قطع قبل كده، اي حته سكيمي في القلب هي حاجه غريبه، ممكن تعمل اريثميا، لا لخبطه في ضربات القلب. يلا يا دكاتره، هل فحص البلس مهم في عيان الام ار؟ اه مهم في ثلاث حاجات. ممكن الاقي معاه تاكي كارديا وده معظم الناس. تاكي كارديا ده معظم الناس، ليه؟ ايه العمليات اصلا؟ هو اللي عنده دلوقتي ها اللي عنده مايوكارديا انفاكشن وعنده سيفير تشيست بين وحد قلقان وخايف ومرعوب. ولما يكون حد قلقان وخايف ومرعوب بالمنظر ده اكيد هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده استنفذات الشغال فتاكي كارديا. لو الموضوع اوفر قوي بزياده قوي 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 ها الفيجاس هو اللي هيشتغل، تعمله شويه ها بريدي كارديا. الاحتمال اللي بعد كده ممكن يحصل له الحته الاسكيميك، اكتر حاجه بلد بتعمل اريثميا في الدنيا ان حد يبقى عنده اسكيميك هارت، في حته فيها انفاركشن، حته فيها اسكيميا، هي حته غريبه مفهوم. البلاد بريشر والله يا دكتور استمرارك شغال ممكن يبقى عنده شويه هايبر تنشن، لو الفيجاس اشتغل ممكن يحصل له هايبو تنشن، ده مفهوم. في كلمه بقى جديده وغريبه هنا اسمها ديكابيتيتد بلاد بريشر. دي كابيتيتد بلاد بريشر. دايما الاسكيميا والانفاركشن بيحصلوا في الانفصال. ليه؟ هو الافكت ها الانفصال ده الحته دي اللي انا معلم عليها دي في الانفصال حصل فيها انفاركشن. لما حصل فيها انفاركشن الحته دي فقدت حاجه لابد اسمها كومبلاينس. يعني ايه كومبلاينس؟ يعني ايه كومبلاينس؟ انا بص يا دكتور العضله بتعمل ازاي؟ طيب انت بص الحركه دي منها جت لي مهمه ولا مش مهمه؟ لما يفقد هذه الحركه يبقى فاقد حاجه اسمها يبقى بصوا لي هنا الحته اللي فقدت الكومبلاينس دي عارفه تعمل الاكسجين كويس؟ عارفه تتملي كويس؟ ولان الكوم مش عارفه تتملي كويس لما تيجي تضخ كميه دم، كميه الدم اللي فيها اصلا فتلاقي المريض ده ايه؟ معاه لو سيستوليك بلاد بريشر لكن معاه نورمال دايستول. فلما يكون في مشكله في الكومبلاينس في الفيلنج الستروك فوليوم هو مش قلنا امبارح ان الكارديك اوتبوت هارت ريت والستروك فوليوم والعامل الاساسي في السيستول هو الكارديك اوتبوت. لما الستروك فوليوم هيقل يبقى الكارديك اوتبوت هيقل بس السيستول ايه؟ طب بص لما السيستول يقل والدايستول بتاعنا نورمال قالوا عليها دي كابيتيتيف بلاد بريشر. عايز اترجمها دي يعني منزوع شايل منها كابيتيتيف يعني راس كابيتيت راس كابيتيت يبقى دي كابيتيت البلاد بريشر يعني بلاد بريشر منزوع السيستول يعني السيستول بتاعه ايه؟ موضوع الراس ودي الرجل مثلا هيبقى اسمه يقالوا عليه كلمه ايه؟ دي كابيتيت بلاد بريشر تحصل امتى؟ لما تكون كميه الدم اللي خارجه من الفنتركل قليله طب اشمعنى قالوها هنا؟ قالوها هنا لان اكثر مكان بيحصل فيه انفاركشن هو الليفت سايد وكمان يا اولاد لانه فقط حاجه اسمها كومبلاينس ولما يفقد حاجه اسمها كومبلاينس لو هو عارف يملا كويس ولو هو عارف يضخ بس تعمل حاجه ولا لا يبقى دي كلمه اسمها دي كابيتيتد ها دي كابيتيتد بلاد بريشر يعني هو الحته دي شغاله فدي ضخ الدم لكن هنا الحته دي مش عارفه تشتغل معاها فانقباض الدم عامل ايه؟ مش قد كده طب تقولي لي ماشي هو ضخ هنا شويه دم صغيرين يعني السوق فوليوم بتاعه بقى ايه؟ بقى واقف بقى اثر عليه ولا على السيستول بس الدم قاعد اثناء الدايستول كويس مش حاجه رجعته يعني هو قاعد عادي في البريفري اوضح الدايستول بلاد بريشر بتاعه يبقى هو منزوع الراس فقالوا عليه كلمه اسمها على فكره الدكتور نبيل بنزلها ام سي تي دي كابيتيت بلاد بريشر اوكي ويز اسيوت ام اي مفهوم ولا لا؟ دي كابيتيت حتى بيسالها في الاولى اعلمه عليها دي كابيتيت بلاد بريشر بحب الكلمه دي جدا انتوا محتاجين اللي مش موجوده؟ مش موجوده؟ علمتوا عليها؟ بصوا يا ولاد افهموا الحته دي برضه ظريفه قوي. انتوا عارفين لما اجي اشرح في الاخر؟ كل حاجه اصل هو كل حاجه ما بنشرح ليه؟ التكرار مع الوقت هيبقى خلاص فيه مسلمات في دماغك، يعني في حاجات مسلمه كده هقولها دلوقتي. اي حته في المنهج فيها نيكروزس او فيها تيشو دامج بيطلع منها بايروجين، بيطلع منها ايه؟ هذا البيروجين اللي في جسمنا اسمه انترلوكين 1 دوت بيرفع درجه الحراره. طب حاجه؟ ما تفهمش اي حاجه خالص خالص.
اللي عنده مايوكارديال انفاركشن ممكن بعد شويه اليوم الثاني والثالث اللي عنده ايه؟ لو جريد فيفر، حراره شويه. ليه؟ ليه؟ ريليز اوف بايروجينز فروم دامجز اريا، الحته النكروتيك، الحته اللي فيها دامج يحصل معاها تعمل ريليز مين؟ وده معناه في المنهج كله. لما اقول لك واحد حصل له بالموناري انفاركشن بدا يجي له شويه فيفر. مطلوب عليا بقى الحته اللي حصل فيها انفاركشن عملت ريليز مين؟ لما اقول لك كرات الدم الحمراء لما بتتكسر بيطلع منها بايروجين، يبقى الهيموليتيك انيميا معاها فيفر، فاهمني ولا لا؟ يبقى هي دي. لما اقول لك المالجنسي ده المالجنسي عندي تيومر، التيومر ده عمال يطلع بايروجين يعني بيعمل لوكريس فيفر، فهمتوني ولا لا؟ يبقى الفيفر بتحصل في جسمها نتيجه ايه؟ ريليز اوف بايروجين اسمه انترلوكين 1. ايه اللي بيعمل له ريليز؟ ممكن انفلاميشن، ممكن نكروزس، ممكن دامج في حته، ممكن مالجنسي. الواحد عمال يطلع حاجات غريبه من ضمن الحاجات الغريبه اللي بتطلع هي كلمه بايروجين. بايروجين از انترلوكين 1. البايروجين بتاعنا اسمه ايه؟ انترلوكين 1. خلصت؟ ريسبيراتوري. بص يا ولاد، انا دلوقتي داخل عليك وانا بناخد المحاضره دي في الدور الرابع ولا حاجه، فانا طالع السلم فانا دخلت عليك وانا كده قول لي مالك يا دكتور؟ قول له بس انا عندي ديسني، انا عندي ايه؟ ديسني. قول لي طلعت كده يا دكتور. فالزميل هو بيتكلم مع زميله يقول له صاحبي الدكتور انا عندك ريسبيراتوري ولقيته عالي، انا عندي تكيف ديسني. وانا عندي ديسني ولا ديسني؟ انا كانا ديسني، لكن انت لما توصفني تقول انا عندي تكيبني. اقولها بطريقه ثانيه، ديسني از سيمبتوم، تكيبني از ساين. ديسني انا اللي بشتكي. طب انا اللي بشتكي بسمعي ديسني، انا شكوتي، انا عندي، انت حاسس بيا؟ ما حدش حاسس بيا، انا عندي كشف نفس. يبقى انا عندي ايه؟ لما انت تقول لي طب اهدى كده وتبدا تعد لي، ها؟ هتلاقي العدد عالي، بتقول عليها ايه؟ لو هتقول فلان ده ديسني كلمه غلط، فلان ده تكيبني كلمه صح. مش طب فيها مشكله؟ طب انا غلطت ايه دلوقتي؟ انا قلت ايه غلط دلوقتي؟ لا يا دكتور، بص اقول لك حاجه بس، انا اكثر كلمتين بكرههم في حياتي تقول لي قالوا لنا ترامب الاطفال وزمالك يلعبوا النهارده، هو اكثر كلمتين بكرههم. فانا دلوقتي قلت كلمه اللي انا بكرهها. انا كنت بحبك وبقدرك كده، انا مش بكرهها ليه؟ بص يا دكتور لو سمحت، لو سمحت. يقول لك قالوا لنا امبارح ترامب الاطفال لما تيجي الام وتقول ابني نفسه عالي ولا حاجه ما تقولوش ديسني، عشان ديسني دي ميديكال كيرم. طب انا قلت ايه عن كده؟ انا قلت ايه عكس كده؟ فاهمه؟ ده انا لقيت كده. لازم تكون الشكوى بلغه ليه؟ بس خلاص. انا اللي بشتكي. انا دكتور، طب انا عندي ديسني. انا دكتور بكلم دكاتره. لكن لو حد عادي يقول لك انا عندي فشل نفس. ها؟ يعني هو بلغه الطب عنده ايه؟ ديسني. هنكتبها في الكومبرين شورت ريسبت. مش على فكره مش مختلفين، انا متفق معاكي. انا بس بلوطك يا زمان. ليه؟ دكاترة معايا ولا لا؟ والناس بتنام ليه؟ صاحيين والله؟ نايمين يعني؟ أنا صاحيين ولا نايمين؟ آخر كلام. طب ليه نايمين؟ أنت مش ضامن ليه؟ قاعدين على الفيسبوك طول الليل ليه؟ ها؟ قاعدين في ناس طول الليل ليه؟ ها؟ أنا السبب صح؟ لا مش أنا والله، إذا أنا هو بص أنا بعمل بص وبنام. أنت اللي غلط وعاملها وأنا بالظبط كده. ماشي فاهم عندكم. مش معايا ليه طيب؟ طب بص يا كمان. بص يا فتى ربنا يكرمك ان شاء الله ويديك الحاجة. لما يجي لك واحد عنده مايوكارديال انفاركشن، بص على شكلي كده داخل الاستقبال، في فرق بين راجل وست، اوكي؟ الراجل داخل الاستقبال بص حاطط ايده كده عامل كده وداخل ماشي كده، يا دكتور عندي الم رهيب، تبص على شكله عنده حاجه اسمها اجوني، عارف؟ عامل زي السكران، زي ما يكون شايف حاجه، هو خايف وقلقان، فاهمني ولا لا؟ شوف عامل ازاي وداخل ماشي على رجلين وماشي بالراحه عشان ياخد نفس وحاطط تكيله بالمره ده، تعمل له اي سي جي تلاقيه في مايكروفون الفرشه. تعملني ولا لا؟ الست بقى جايه في الدماغ. واخد بالك؟ وجايبه معانا الشارع كله. وداخلين عليكم الدكاتره حاطين بيلعبوا بلاط في استخبى. فاهم؟ اول ما كانت عندنا بيجوا سايبر بيجوا المنشيه. فينزلوا عليه يقول لك والله بص يا جماعه والله نازلين بالمطار ومستخفين وبتاع. فطبعا بعد الثوره يعني الحمد لله انا ايه ما اشتغلتش بعد الثوره في الطوارئ والكلام ده، لكن بعد الثوره كانت مشاكل كتير. تدخل الست والله العظيم والله العظيم هي سايكل، هي متخانقه مع جوزها
وحاول وهمود وعامله قلق وقلب الدنيا كلها عامله ضرب للاسلام. فطبعا انت بتحترم نفسك وبتدخلها وتعملها راس مالك وبي بي جي ومش عارف شو عندك ايه بقى وكله طالع ايه؟ ولو غير ولا انت نور لو غير ولا انت نور بقول لك انا بتدلع يا دكتور كل الرجاله فاهمني ولا لا؟ شتان الفرق بين الاثنين، في فرق بين الراجل في الاستقبال والست. عشان كده احنا بنحترم الناس كلها. احنا بنحترم كل الناس، انت كدكتور اتعلمها. دايما انتوا ايه؟ بابا حاجة. انا في عيادتي امبارح جالي 10 حالات. حلو كده؟ كانوا 8 ستات وراجلين. الثمانية ستات منهم 7 ستات. انت تداوني ولا لا؟ يعني ايه طيب؟ كده يعني مثلا مع جوزك عمال ازعل العيال هتقول لك انا بذاكر لهم بشد الشعر وعمال اذاكر العيال كده محتاج حاجات كده بس انت اكيد اكتشفت ايه ده لما تشتغل كتير مشكلتكم يا ولاد ايه بقى ان بعضكم اللي خلاص انا خمسه وعايز يبقى بتاع بطنه فيروح يوفر الاستقبال او يوفر البتاع يجي له راجل عامل كده انا باكد اهو لكن عامل لك كده ده شيخ كريم وده الام فاهمني ولا لا بس هو ايه راجل فاهمني ولا لا؟ تقول بأكيد تأكيد أنت متخانق في مكة. أنا بقول لكم الكلام ده بعد ما لبست كذا مقلب. أنا مستاش ولا امتياز. قلت لك أنا مالك البطن حتى مش حاجة زي كده. رحت قعدت مستوصف كده واخد بالك بحط عليهم بالليل. فجم استنوني أنا رحت بسرعة الحق في واحد عنده وجع في صدره ورحت بسرعة كشفت عليه قال لك كان السويتر. السويتر عنده عرق رهيب سنة فاتت واخد بالك؟ اللي هو سافر كنا متخانقين في البيت. والله زي ما بقول لكم كده والله العظيم بكذب عليكم. بس احنا متخانقين في البيت واحنا عندنا انا مش عارف كانت مشكله في ايه ومشكله في ايه والبيت كله بقى حريقه وصايدين في بعض فالراجل تعب ودخل على السرير وعمل كده فهم سمعوا الدكتور فراح الدكتور راح كشف عليه وقيس الضغط راح فاضي شويه عمال يعرف انا مش فاهم حاجه انا مش فاهم اي حاجه فاهمني ولا لا؟ نقعد يا جماعه بس نتنفس واديته فورمه كده مهدئه حلو كده؟ ورفع عادي وانا خارج كان في دكتور تاني كبير جدا مخلفه صغير بقى فكان داخل لسه دكتور كبير ودخل مجال نفسه ولا كويس؟ هو كان مسيطر على المنطقه هناك فانا قلت للراجل عليا انا عايز اعمل اسم في المنطقه فانا اتصلت بيه اطمن عليه تاني يوم فتاني يوم بتصل عليه قال يا جماعه اخبار الحاج نجيب ايه؟ هو كان مسيح الحاج بس هو اخبار استاذ نجيب ايه؟ قال لي انا سامعين من امبارح حضرتك كتر خيرك يا رب طبعا انا قفلت انا شفت المنطقه ومشيت انا لسه ولا كان عنده ايه؟ انا كان عنده ام اي فاصبحت ايه؟ كلمه سايكل دي اخر حاجه بقولها بعد ما اعمل اكسبوجر للحاجه الكبيره الحاجه الكبيره الحاجه الكبيره الحاجه الكبيره نفس الموضوع ده بيحصل برضه في البطن يا ولاد يجي لك ايه؟ كل الستات عندها قولون عصبي وكل الدكاتره دول انت عندكم قولون عصبي بس اعمل اكسبلوجر للكانسر كولون اعمل اكسبلوجر للانفلاماتوري باور ديزيز انزل المرض الكبير بعد كده اقول سايكل بقى فهمتوني ولا لا؟ يا ولاد لو سمعنا كلمه واحده اللي جالك بتشيس كبير لو راجل لازم تعمل له اي سي جي وكارديك انفانس ولو ست غصب عنك بتعمل ده ليه؟ هات البطاريه اللي معاك فاهمني ولا لا؟ انت كده كده هتعمل وانت لما تعمل ويطلع نورمال انت خسرت حاجه؟ هل انت اللي هتحاسب اصلا؟ هل انت لكن انت المشكله كلها يا اولاد؟ انا ما عندكش حاجه وروح وبعدين يحصل له مشكله وهتكبر قبل كده عشان كده لابد ان انت هتستخبى ما تقولش سايكل دي في الحكايه اللي عايز اقوله ايه؟ الراجل داخل سويسي داخل عنده اجمي لو عمل زي السكران بيمشي بالعافيه حاطط ايده كده ودايما دايما دايما يطلع ام اي وبعدين تيجي تفحصه ممكن يبقى عنده كونجستد نيجرين. دي انا هقولها بالتفصيل، بص يا ولد، ده الراي بتاعي بالظبط. فتح فيه السوبير والانفير فينا كده. الجبر فينا بيصب في السوبير فينا كده في الرايت اثنين. عارفين لو حصل انفارشن في الناحيه اليمين؟ الدم هيتحوش في الناحيه اليمين؟ مش احنا قلنا لما حصل انفارشن في الشمال الدم هيتحوش هنا؟ لو حصل في اليمين الدم هيتحوش هنا. اقرب مكان يا ولد للناحيه اليمين هو النيك فين. هناخد الكلام ده في الكلينيك. النيك فين دي تمثل مين؟ يعني في تمثل الرايت افيم يعني لو الدم قاعد في الرايت سايد تبقى النيك فين بتاعته مالها؟ بيقول لك انجوزز او كونجستد نيك فين ان كيسز اوف رايت سايد انفارت لو في حاجه في الرايت سايد هتلاقي النيك فين بتاعته مالها؟ انا عايز ست حاجات في الجنرال اكزامينشن هتعلق على الباص احتمالاته كافي او كريزي او حتى يبقى عنده اريزمي يا بلاد بريشر يا هايبر تنشن يا فيجر هايبر تنشن يا اما دي كابيتيتد التمبريشر دايما فيه لو هاد جريد فيبر ريسبيراتوري هتلاقي عنده شويه تاكيبيا هتلاقي شكله اجونيك يعني اللي هو داخل تعبان اللي منها كده مش قادر وفي نفس الوقت لو كانت المشكله في الرايت سايد هنلاقي معاه
هنلاقي معاها كونجستد نيك بين، يبقى دي حاجات جنرال. طب اللوكال يا دكتور مش وقته، اللوكال يا دكتور مش هتهتموه اصلا دلوقتي. يتميز مرض الميوكارديا انفاركشن بحاجه اسمها كومبليكيشنز، وهنكتب جنب كلمه كومبليكيشنز والله العظيم سؤال. لو ما جاش سؤال نظري بتقل شفوي. لو ما جاش نظري لازم هتتقل شفوي. كومبليكيشنز اوف ام اي اشهر سؤال في الليله بتاعت الاسكيميك هارت ديزيز دي كلها. اشهر سؤال اسمه ايه؟ كومبليكيشنز اوف ام اي. الكومبليكيشنز اوف ام اي ايرلي وليت. يعني ايه ايرلي ويعني ايه ليت؟ ايرلي هو ده البرزنتيشن بتاع العيان. احنا قلنا العيان اللي عنده بين ومواصفات البين ده يكون اسوشيتد معاه كومبليكيشنز، يبقى ايرلي حضرتك اول ما جالك العيان جالك بتشست بين وكان معاه حاجه من الكومبليكيشنز دي او اثنين او ثلاثه، يبقى الكومبليكيشنز دي ايه؟ ايرلي. امال ايه الكومبليكيشنز بعد ما حاجات في المستشفى في الاي سي يو او حتى في الاوضه؟ ها انا حاجات وبعديها بشويه بدات تحصل له حاجات، يبقى اسمها يبقى ايرلي ديورنج فيرست برزنتيشن. يعني انا اول مره بشوفه بشوف عنده حاجه اسمها كومبليكيشنز. طب الكومبليكيشن بالطريقه اللي احنا فهمناها هنقولها ازاي؟ لو جالك كده سؤال قال لك ايه ديسكاس كومبليكيشنز اوف ام اي، هتعمل ايه اول حاجه؟ ديفينيشن. بعد الديفينيشن ارصهم رصا، اول حاجه اعملها ايه؟ ارصهم تعددهم تحت بعض. بعد كده تمسك كل واحده وتتكلم عليها شويه، دي الطريقه المتبعه وده السيستم اللي هنمشي عليه عشان نلم درجات يا ولاد. ما انت فاهم وعارف كل حاجه بس عايزين نلم درجات. ما ينفعش طريقه الكتاب لا ما احنا بنرصهم ورا بعض، فتمسك كل سؤال وعامل له خريطه في دماغك. الكوميونيكيشنز بتاعتي ايرلي كوميونيكيشن بيحصل حاجه اسمها شوك. ها بيحصل هارت فيلير. ها بيحصل اريزميا. بيحصل مشاكل في الثلاث طبقات بتوع القلب سواء كان بريكارديوم او مايوكارديوم او اندوكارديوم. وطبعا الكومبليكيشن التي ليس لها ليس بعدها اي كومبليكيشن طبعا صدم ده. وهنقول ليه طبعا؟ دول اسمهم ايرلي كومبليكيشن. ليت كومبليكيشن، ليت كومبليكيشن بيحصل حاجه اسمها بوست انفاركشن سندروم. بيحصل حاجه اسمها مايوكارديال انيوريزم. بيحصل ثرومبو امبوليزم. بيحصل حاجه اسمها فروزن شولدر. وحاجه اخيره اسمها بوست انفاركشن انجينا. وفي بوست انفاركشن سندروم وبوست انفاركشن انجينا مع انيوريزم وترومب وانبوليزم وفروزن شولدر. شغلك الاولاني انك تحفظ هذه الكومبليكيشن ثم بعد كده تفصيل. نمسك اول واحده كلمه اسمها شوك. الشوك اللي بتحصل مع الام اي نوعين. شوك وحشه قوي اسمها كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك. وشوك يعني معقوله اسمها نيوروجينيك. الكارديوجينيك مش شاطر فاهمين. لو حصل هو الانفاكشن اكتر يمين ولا شمال؟ بصوا دي الكلمه حلوه قوي، الكلمه دي حلوه قوي. هي مش حلوه العين، هي حلوه تبقى فاهمها يعني. لو اكتر من 40% من مساحه النت فينتكل حصل فيها انفاكشن، وادي شهاده. لو اكتر من 40% من مساحه الليفت فينتركل حصل فيها انفاركشن بنسمي هذا الانفاركشن ماسيف ام اي. ما هو الماسيف ام اي؟ هو اللي انهون في اكثر من 40% من مساحه مين؟ انفار البومب دي. ضعيفه جدا اللي هو حلاوه القلب ان العضله بتجيب نفسها وتعمل كونتراكشن لما تكون في حته ضيقه في النص. اصبح معايا كلمه اسمها ايه؟ ماسيف ام اي. لما اسالكم عن كلمه اللي عنده كارديوجينيك شوك الكارديو او بوب داون البلس عامل ايه؟ صح؟ البلاد بريشر الاطراف بتاعته برجع مش بطلعها اصلا ايه؟ طب يا دكتور عايزين حاجه دايجنوستيك للكارديوجينيك شوك. حاجه دايجنوستيك اللي مش موجوده في الكتاب ويكتبها معايا كلمه اسمها كاردياك اندكس. عارفينها؟ الكاردياك اندكس يساوي ايه؟ كاردياك اوت بوت على البودي سيرفيس اريا. نورمالي بتبقى من 2.6 من 10 ل 4.2 من 10. لو كانت اقل من 1.8 من 10 هي دي الكارديوجينيك شوك عن الشهر. يعني ايه كلمه كارديوجينيك؟ وضحها لنفسك كده فوق. ايه المجهول بتاع كلمه كارديوجينيك؟
بجيب الكارديك اوتبوت اللي هو الهارت ريت مضروبه في ايه؟ ايه الرياضه مضروبه عليا؟ الانسولين فوليوم على البودي سيرفيس اريا. ايه البودي سيرفيس اريا؟ انت على فكره انت لو عرفنا وزنك وعرفنا طولك بنحطك على الكمبيوتر كده يقول لك البودي سيرفيس اريا مساحتك قد ايه؟ مساحه الجسم البشري اللي هو الحد اللي هو في الافرج تبقى 1.7 سكوير متر. ممكن لو حد طويل شويه يبقى 1.8، يبقى حد صغير شويه 1.5. دي اسمها ايه؟ المساحه بتاعته اسمها بودي سيرفيس اريا. فاحنا بنكتب الكارديك اوتبوت على البودي سيرفيس اريا. شايف الرينج بتاعنا كبير ازاي؟ تفرق من حد لحد، لكنها من كام لكام؟ من 2.6 من 10 ل 4. لو قال لي انا 2.6 من 10 يبقى الكارديك اندكس قليل. عادي واحد عنده خالص كده فقليل. لكن عشان اقول كارديوجينيك شوك لازم تكون اقل من كام؟ فهمت ولا لا؟ انا مفهومة يبقى يعني لما اقول لك والله العظيم لو قلت لك الكلمه دي تكفيني. يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ قول الكارديك اندكس اقل من 1.8. طيب واضح كده يا ابني الكلام ده؟ الكارديوجينيك شوك دي ويز جود ولا ويز باد بروجنوزز؟ ليه باد بروجنوزز؟ لان في مساحه من القلب ماتت والبارتنر ده بيخف ولا مش بيخف؟ فهمت حاجه؟ في شوك تانية حلوة اسمها نيوروجينيك شوك. دي حلوة. تقول لي حلوة ازاي يعني؟ نيوروجينيك. سيفير بين شغل الفيجاس. لما اشتغل الفيجاس عمل فازوريزيشن. تيجي تسلم عليها تلاقي ايده لافية. ايه؟ ايده لافية. مش فازوريزيشن. وبالتالي كانت ايده باردة. وبعدين يا جماعة ايه؟ هتلاقي الفيجاس بقى في برادي كارد في هاي بوتنشال. بس في حاجة حلوة قوي. مش سبب ان الفيجاس اشتغل هو البينفول كونديشن اديله انالجيزيك قوي، بين كيلر قوي، اديله حاجه حلوه قويه هيبدا الالم يختفي، اديله مورفين. لما الالم عارف المورفين ده هيبدا يضيع الالم تماما، فخلاص الفيجاس مش شغال فترجع الامور طبيعيه، هيقلل نيوروجينيك شوك. جود ولا بايت بروجنوزس؟ يبقى انا عندي نوعين من الشوك يحصلوا. واحده حلوه وواحده وحشه، الوحشه كارديوجينيك تحصل امتى؟ لما لما تبقى يوم اللي هو اكثر من 40% من مساحه الليفت فينجر اللي يبدا يحصل لها افكشن. فقدنا البامبنج باور يبقى الكارديك اوتبوت ها قليل، وفي هذه الحاله الاطراف بتاعته ها بارده والبلس بتاعه ضعيف والبلاد بريشر بتاعه واطي. هذا المريض بحسب له حاجه اسمها كارديك اندكس اللي هو الكارديك اوتبوت مقسوم على البودي سيرفيس اريا الطبيعي بتاعنا من 2.6 ل 4. لو كانت اقل من 1.8 يبقى انا معايا كارديوجينيك ويتش از اوف فيري باد بروجنوزس. اما نيوروجينيك شوك مشكلتي في الم. كل الالم بيشغل السمباثات، بقول لك الزياده في الالم بتشغل ها الفيجاس، بيحصل فازو دايلاتيشن فاطرافه هتبقى دافيه. المريض اللي عنده فيجاس ده لو انت اديته انالجيزيك قوي هيعمل ريفرسبل، هيعمل ريفرسبل كونديشن وترجع الامور بتاعته طبيعيه، اي انها والجود بروجنوزس. قشطه تمام. ما هو لو حصل، طب انا داخل بقول لك ان مساحه الانفارشن كبيره دي خارجه عن ارادتي. بص يا ولاد، لو انا كوني لحقت العيان بدري ولسه ما حصلوش نكروز التحمل، لكن هو جاي لي اوريدي ايه؟ اكثر من 40% حصل لهم انفارشن. انا مش انت بقول انا العيان عنده قفله وحته، لا ده هو حصل. اوكي؟ هرد عليك يا دكتور حكام. بص يا ولاد، يحصل له هارت فيلر بس ما تبصوش في الكتاب ده، عايز اقول لكم رهيبه ايه؟ قولوا لي ما حضرتكم رهيبه كده في البطنه. يلا يا ملوك القلب قولوا لي يحصل له ليفت سايد ولا رايت سايد هارت فيلر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يحصل مين الاول؟ مين الاكثر؟ مين الاكثر؟ ليه بقى؟ لان الانفارشن بيحصل فين اكثر؟ لان هو اللي شغال اكثر وهو اللي سيكون اكثر، مش كده ولا لا؟ مفهومه؟ طيب بصوا لي كده على المنظر ده، ده القلب بتاعنا اهو. هنا الدم بيرجع عن طريق السوبر والانفير فينا كيف ولا رايت سايد؟ رايت اتريم تريكاز من رايت فنتريك البلموني بيودي الدم للنمط على الناحيتين، يحصل جاز اكتشنج ينزل عن طريق الفور بلموني فينت الى الليفت اتريم مايترالي ليفت فنتريك ثم بعد كده اورتا. في مشكله في الكلام ده؟ ده مفهوم ان هي موداينامكس. بص يا دكاتره دكاتره بص لي بص لي، ده الليفت سايد. لو حصل عندي هنا ليفت سايد الهارت فيلير، يعني هذا الليفت سايد مش عارف يضخ دم، فالدم يفضل قاعد فين؟ في الليفت فيرتيكال وفي الليفت. طب في هذه الحاله هل عايز ياخد دم من اللنج؟ اصبح اللي عنده ليفت سايد هارت فيجر يعاني من بلمونري كونديشن. مفهومه؟ مفهومه؟ طب اللي جاي واحد عنده
بص يا دكتور، ده اللي يحصل بالظبط. مش عارف تاخد دم، ده دم عين هنا. لما يقعد هنا في الليفت يبقى مش عارف ياخد دم منين؟ اظهر معايا هنا حاجه اسمها بلموندري. لو يجي له ديسني او كف والحاجات دي. حلو؟ ما كمان؟ واحد عنده ايه طيب؟ مش عارف ياخد دم في البلموندري. فالدم عين هنا. فيفضل عين هنا وهنا، يحصل له حاجه اسمها تستير الجينا. ده اللي بيحصل له بقى دي فين ويحصل له الجيما والكلام ده. يبقى الليفت سايد هارت فيلر بريزنتد بايه؟ هرموني سويس ورايت سايد بريزنتد بايه؟ سيستميك سويس. ممكن نحفظها لغايه ما نفهمها. الليفت سايد معاه هرموني سويس ورايت سايد معاه الكلام ده خلال اسبوعين ثلاثه هيبقى في اللاوعي. يعني هتتكلم متنايم، الليفت سايد معاه ورايت سايد معاه. سهله، مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. بص يا باشا، لما واحد بيحصل له وانت مش حاجه انت مؤذي ليه، انا في ايه مالك؟ ما تسيبنا سكه يا ابني. وانت بتتكلم ده شويه وده شويه. هو اللي بيسالك؟ هو ده الخبير بتاعته؟ ما تسالني انا يا ابني. بص يا ولاد، لما بيحصل ليفت سايد هارت فيلير بيحصل بالمونري كونجيشن. بس البالمونري كونجيشن ده حاجه كرونيك. حاجه محتاجه وقت. يعني ايه بالمونري كونجيشن؟ يعني البلاد فيسلز كده بقت محتقنه، بقت مليانه. افهم اللي هقوله. لما يحصل اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، الدم يتجمع هنا مره واحده ويتجمع هنا مره واحده. البلاد فيزت اللي كونجست دي تبدا تربشر وترشح، وتلاقي اللنج غرقانه ميه. البلاد فيزت كونجست جدا، مفيش وقت انها تتكيف، تبدا ترشح. ترشح يعني ايه ترشح؟ يعني لو في اولاد كده، ها الفلس اهي والفلس اهي، البلاد فيزت هنا مليانه، تبدا ترشح ميه جوه الالفيولاي. لما يترشح ميه هنا جوه الالفيولاي وفي الانترستيشن ده، دي كلمه اسمها اكيوت بالمونري ايديما، باختصار شديد جدا. السيفير فورم اوف بالمونري كونجيشن اسمه اكيوت بالمونري ايديما. انت عرفت يعني ايه بالمونري كونجيشن؟ مش اللي عنده ليفت سايد بس هو بالمونري كونجيشن؟ مش كده ولا ايه ولا ايه؟ لو الموضوع جه مره واحده وسيفير. لا لا لا، مفيش بالمونري كونجيشن. قول لي ايه؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني واحد حصل له انفارشن، مثلا انفارشن في حته صغيره، فعضله القلب حاولت انها تشتغل، فحاولت اسبوع واتنين انها تشتغل ومش قادره، راح دخل في ليفت فنتريكولار فيلير بالمونري كونجيشن. واحد حصل له ماسيف ام اي اتفاجئ، مساحه كبيره اتضربت، حته كبيره مش شغاله. ها في هذه الحاله مفيش مجال بقى ليفت كونجيشن بالراحه، هيحصل الحاجه الغريبه العجيبه الرهيبه اللي اسمها اكيوز. يبقى ما الاكيوت بالمونري دي ما الا السيفير بالمونري؟ فهمت ولا لا؟ يبقى الاكيوت ليفت سايد هارت فيلر لا تقل بالمونري كونجيشن، ولكن قل اي بي او اكيوت بالمونري ايديما. حلو؟ بص يا ولاد، خدوا الوضع دي عشان نمشي. دلوقتي واحد عنده ليفت سايد هارت فيلر، فالليفت بص بقى عشان نفهم بقى، ليفت هارت فيلر ده مش عمل بالمونري كونجيشن؟ يعني الضغط ده استلامها محتقنه مليانه عشان اللنج يا ولاد تدافع عن نفسها، تروح جايب بلوت فيلز دي تروح عامله هنا بازو كونستريكشن، بازو كونستريكشن. هذا البازو كونستريكشن عشان يقلل الدم رايح لمين؟ مش عارفيني، مش انا عندي لبس ثلاث فيلز، فالدم قاعد هنا صح؟ فاللنج غرقانه عشان ما يحصلش مصيبه كبيره، تروح البلوت فيلز دي تروح قافله. قافله ليه بقى؟ تقول لك ما تجيبليش دم يا عم، ما تجيبليش دم، انا مش نقطه. ده كان تيست ميكانيزم. مع الوقت البريشر هنا يبدا ايه؟ لما البريشر هنا يعني يعتبر بريشر على مين؟ يروح مفاير الرايت. ثاني حاجه يبقى ذا كومن ستوبوز فور رايت سايد هارت فيلير از ليفت سايد. انا قلت اللي انا عايز اقوله بس عايز انظم الكلام. اللي عنده اولاد ما يقدر الفرشه ممكن يحصل له هارت فيلير، يحصل له ليفت سايد هارت فيلير اكيد، رايت احيانا. الاساس اللي هيحصل مين؟ لان دايما الانفارشن اللي هيحصل فين؟ ولو جه مره واحده على فكره جمع الاحداث اللي هي الكارديوجينيك شوك، هي الاكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، هي الاكيوت بالمونري ايديما، صح ولا لا؟ يبقى الكارديوجينيك شوك بريزنتد باي اكيوت بالمونري ايديما لانها عباره عن اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير. في مشكله؟ بعد ما حصل له ليفت فنتريكولار فيلير، بعد ما حصل بشويه ممكن يروح جايب رايت؟ ما هو الليفت يؤدي الى لان الليفت عمل لي بالمونري، فالبالمونري كونديشن معناه بقى بيعمل بالمونري فازو، وبالتالي بالمونري يعمل ايه في الرايت سايد؟ يفاير. ده احتمال، في احتمال تاني في النوادر بعض الناس كده
يحصل لهم اصلا الانفاركشن فين؟ في الناحيه اليمين، ولو حصل في الناحيه اليمين يجي برايز فنتريكولار فيلير. يعني الرايز فنتريكولار فيلير يحصل في حاجتين، يا اما كتل ريتوليست يا اما مباشره جاي على مين؟ يبردوا عليا. هل ممكن يحصل هارت فيلر تالي كومبليكيشن ليفت ولا رايت؟ الاثنين بس مين اكتر؟ ولو حصل اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير يجي مسف ام اي، هذه مسف ام اي لما انت بريزنتد باي اكيوت. طب ما لو الموضوع بسيط بالمونري كونجيشن، فهذا بالمونري كونجيشن مع الوقت يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن، برضه كونستريكشن، بالمونري هايبرتنشن يؤدي الى رايت. فلما اجي اسالكم هل الرايت فنتريك ممكن يفلر مع البالمونري سوري يفلر مع المايكوردال انفاركشن؟ بقول لي يا اما دايركت انفاركشن في الرايت يا اما كاتل ريزون ليفت. The commonest cause of right side heart failure is left side heart. نكمل مرة ثانية. إذا احنا ما سألناش. لا ما سألناش. هو احنا يوم الثلاث عندنا امتحان في الاسكيما كارد. يوم الثلاث ولا الثلاث الحد. انتم مش هتعرفوا